أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا آسفين أصدقائي على التأخير، هذا تقريبا 12 دقيقة كان لازم ندخل قبل 12 دقيقة على الخط. طبعا موضوعنا اليوم مناظرة هي بين الدكتور جورج والدكتور طه في موضوع الإعجاز العلمي في الجنين. قبل ما نبدأ بالإعجاز، وبس بدي أرحب بالأصدقاء بالدكتور المناظر من الطرف الإسلامي للدكتور طه. أهلا وسهلا فيك دكتور طه. لا سلم، اهلا بك، سلم. اهلا بك حبيبي جان. انا طبعا مبسوط النهارده جدا، اولا عشان انا موجود على القناه بتاعتك، ثانيا عشان حبيبي طبعا رسول جلده الحنفيه، وهو انسان بغض النظر على انه رسول، يعني هو قريب من قلبي قوي جورج يعني، وسعيد شكرا. جدا بيكم متابعين على القناه، ويا ريت يعني تبقى ليله كويسه ان شاء الله. اكيد 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 راح تبقى ليله كويسه بوجود نبينا جلدة الحنفية. خلونا نرحب بنبينا بالبداية. أهلا وسهلا فيك نبينا. أهلا وسهلا جان، سعيد إن أنا أظهر معاك مرة تانية على قناتك، ومرحبا بالدكتور طه، إنسان محترم وصديق عزيز. شكرا شكرا جورج. بس يا ريت تعمل ميوت شوي، بس أسأل مقدمة صغيرة أخي طه لو سمحت. طبعا اصدقائي انا بعتذر مره اخرى انه تاخرنا ربع ساعه، لانه كان دكتور طه عنده عمليه ولذلك تاخرنا على البث المباشر، اسفين كثير. وطبعا مثل ما بتعرفوا اليوم عندنا مناظره هي بين الدكتور طه والدكتور جورج حول موضوع، بصراحه المسلمين يعني كثير زعموا انه في اعجاز علمي بسوره المؤمنين ايه من 11 لل 14 على ما اعتقد. خلونا بس نقرا الايه، الايات اللي بتقول طبعا المسلمين يدعون ان فيها اعجاز علمي، وطبعا كملحدين يعني نحن ننفي ذلك جمله وتفصيلا. على كل خلينا نقرا الايه، بقول ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. طبعا هاي من سورة المؤمنين من الآية 11 للآية 14. أنا من هون أصدقائي رح يكون عنا 10 دقائق رح أعطيها للطرف المسلم بالبداية، بعدين 10 دقائق للطرف الملحد، وبعدين خمس دقائق نتناقش ونشوف وجهات النظر الفريقين مثل ما بقولوا. خليني ابدا معك اخي طه. انت كمسلم تدعي ان في اعجاز علمي، يا ريت تشرح لنا شو هو الاعجاز العلمي وكيف اعجاز علمي في هالايه. يعني تفضل، عندي 11 و16 دقيقة ب26 دقيقة. اوكي عزيزي جان، طبعا انا مرة ثانية برحب بيك وبرحب بالاستاذ جورج وبرحب بكل الضيوف اللي سامعين النهاردة. اولا الاعجاز العلمي في القرآن مش بيقتصر بس على الآية دي، بس هي الآية دي اللي يعني اللي في مجال تخصصنا، هي ومجموعة من الآيات الثانية. انا كراجل دكتور ودكتور نساء وتوليد كمان، يعني هي مرتبطة بي كثيرا. أولا الآية بتقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. سلالة من طين ده في الموروث بتاعنا طبعا الإسلامي، إن الإنسان كله جاي من آدم، وآدم ربنا خلقه من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هي أنا بس مش عايز أتكلم بالإنجليش يعني عشان ما أعرفش اللي متابعيننا، يعني هي بتبقى الفيرتلايزد أوفم، البويضة المخصبة، تحصل حمل أساسا لازم يكون في ذكر وأنثى، والحيوان المنوي بيأتي من الذكر والبويضة بتأتي من الأنثى، والتخصيب
اول ما بيحصل في الانبوبه بتاعت الرحم اللي هي الفالوبيان تيوب. الرحم زي ما احنا عارفين بيتكون طبعا اليترس وتو فالوبيان تيوب وتو اوفري والكلام ده. الفالوبيان تيوب اللي هي قناتين فالوب، بيحصل ان الاوفري بيمدها بالبويضه اللي هي الاوفم. الاهداب الموجوده في التيوب دي بتاخد الاوفم، بعدين تنطلق الحيوانات المنويه من تحت بتاعت الست وتطلع في طريقها طبعا بالملايين. عمليه التخصيب اللي بتحصل في الانبوبه، بتحصل في الرحم نفسه. مفروض ان البويضه المخصبه دي اللي ربنا تكلم عنها يعني وقال نطفه في قرار المكين، بتاخد 18 يوم في الانبوبه وبعدين تنزل من الانبوبه، يحصل لها امبلانتيشن في اليترس اللي هو في الرحم. طيب ربنا لما قال في قرار المكين وقال عليها نطفة، يعني أول هامل مسمى في حد ذاته نطفة وقرار مكين. يعني بالنسبة لواحد أمي من 1400 سنة وعايش في بيئة صحراوية قاحلة ما يعرفوش أي حاجة في الدنيا، ولا قرا ولا كتب ولا راح ولا جاء، فدي في حد ذاتها يعني تعتبر يعني تخليك تفكر يعني شوية. يعني كلمة نطفة دي في حد ذاتها يعني كلمة غير معروفة للعرب. يعني انت لو قريت في اي كتب مكتوبة في عهد الاسلام او قبل عهد الاسلام، وكان على فكرة في حاجة اسمها سوق عكاظ وزي مجاز وكده، وكانت تلاقي الناس فيه يعني تسامر ويقولوا اشعار وكتب والكلام ده من جميع يعني البلدان العربية. كلمة نطفة دي في حد ذاتها غير موجودة في اي كتاب قبل كده، وما تذكرتش حتى ببيت شعر، ودي في حد ذاتها يعني دليل على بلاغة الكلمة. ثانيا في قرار مكين، يعني انا مش عايز اعمل زي ما جورج بيقول. يعني هو في حته جورج بيعجبني فيها وانا بتفق معاه، اللي هو يقول لك يطلع لك واحد يقول لك العالم الفلاني العالم الالماني والكتاب اللي مش عارف اصله ايه، ولا يكون في عالم الماني ولا تعرف ام الكتاب اللي تكلم، واي هري وخلاص. يعني عشان كده بجد انا في عالم بجد مش فاكر اسمه، عشان كده مش عايز احكي القصه دي، اللي هو لما اتكلم والله بجد انا مش فاكر، عايز احط له عشان انا متفق مع جورج فعلا في الحته دي. يعني ما احبش احب اللي يتكلم بمصادر، يعني ويقول مصدر فلان العالم اسمه كذا اتولد سنه كذا قال كذا، انا اسمع الرواد فضاء سمعوا الاذان في السماء وراحوا الازهر اسلموا، من انهي دوله وفي انهي فضاء سمعوا يعني الاذان وسنه كام جو الازهر واسلموا، وليه طب الصحافه ما يعني التقطش بيهم في مصر وكده. يعني فانا يعني مقتنع ان في هرتله وكذب كتير بيحصل، بس هو في عالم فعلا يعني اتكلمت كان في كتاب امبريولوجي لاستاذنا الكبير الاستاذ فتحي زكي، وده واحد من يعني انت كنت في انهي جامعه صحيح في الطب يا جورج؟ يعني لو ينفع معلش تدخله لي على السريع كده في مصر. جامعه اسيوط. معايا كنت يعني تعرف الدكتور فتحي زكي؟ تعرفه؟ فهو فتحي زكي يعني مره تشريح تمام، واحنا الامبريولوجي علم الاجنب بندرسه في سنه اولى وثانيه في ماده التشريح، فهو اتكلم عنها يعني قال اني امكن حته في الـ في الـ في الـ في, الـ في الرحم واكثرها عمقا اللي هو الانبوبه، كان سماها قرار مكين لان النطفه دي عباره عن الفيرتلايزد اوفم اللي هي البويضه المخصبه. وزي ما اتكلمت البويضه المخصبه عمليه التخصيب للبويضه دي بتتم في الانبوبه وبتقعد لمده 18 يوم. فتحي زكي فاكرها المحاضره دي كويس يعني، فبيقول قرار المكين التيوب دي بتبقى المكان المكين الموجود داخل اليوترس اكثر منطقه الاوفن بتبقى ضعيفه المخصبه، ما بيبقاش فيه حركه ما بيبقاش فيها انقباضات. اليوترس الرحم زي ما انتم عارفين الخلايا بتاعته خلايا عضليه او الجدار بتاعه جدار عضلي، وده بتحصل فيه احيانا انقباضات شديده
فالنطفة دي بتبقى ضعيفة جدا لو هي موجودة، يعني عملية الإخصاب تخصيب الحيوان المنوي والبويضة حصلت في الرحم نفسه ما حصلتش في الأنبوبة، فإن الجنين يحصل له إجهاض في أول تكوينه. فدي برضو من الحاجات البليغة في كلام رسول الله اللي هو على يعني على لسان الله في القرآن لما يقول نطفة في قرار إيه مكين. يعني أنا بحاول قدر الإمكان، معلش يا أخوانا، يعني أنتوا على فكرة يمكن أول مرة في حياتي أتكلم في اليوتيوب كانت مع جان. أنتوا ناس من زمان يعني في الموضوع ده، يمكن عندكم طلاقة أكتر وقدرة أكتر على مواجهة الكاميرا يعني، فمعلش أنا بتأسف لكل الناس برضو اللي سمعاني لو كان يعني أسلوبي ركيك شوية أو المعلومة مش بعرف أوصلها كويس، لأن في ناس يعني لهم سنين في الموضوع ده في مجال الإعلام. بس أنا حاسس إني بعد كده يعني هبقى زي البرابندا معاكم، بس اصبروا شوي. طبعا احنا وصلنا للآية كام يا جان عشان أنت خليتني أهرب كده؟ سورة المؤمنون الآية 11. تمام. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وصلنا طبعا لنطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة. العلقة دي عشان على يدي، على يدي دي انا بقى بدون فتي، ايه المصدر بتاعك؟ تقول الدكتور طه عبد الحميد الاتفاوي النساء والتوليد والعقم في الاقصر، دي على يدي. ان هو كان في طالب امريكي اسمه البير ديفيد او البير حاجة ديفيد، هو دي اصلا بسبب العلقة دي على يدي انا بقى بجد يا جورج. على فكرة والله ما في حكاية الكذب والفتي بتاع الناس اللي بالك فيهم، دي بجد على يدي، وبإذن الله يعني هجيب لك صور لي وحبعت له وإنكم تتناقشوا معاه. أنا حكيت معاه وقال لي إنه عايز يدخل يتناقش فيها دي بالذات، بس قلت له أنا لا، أنا يعني اللي حبيت أتناقش أنا ما بسمهاش مناظرة، عشان بجد أنا ما بحبش حاجة اسمها مناظرة، في حاجة اسمها نقاش بنتكلم مع بعض لحد ما نوصل لنتيجة. فقلت له عشان أنا وعدتهم أنا ورسهم، فسوى حياجي إن شاء الله وحيتكلم معكم. هو من أمريكا وكان بيدرس في مصر آثار، علوم آثار. تمام. والآية دي خلته تسلم فلما قرأ عن كلمة علقة. العلقة إيه؟ العلقة دي إيه تعريفها؟ العلقة دي من الكائنات اللي بتعيش تبع الطفيليات اللي في الحياة، تتطفل على الغير، تمتص دم في جدار أي كائن حي وتمتص في الدم بتاعه. زي ما احنا عارفين ان اي غذاء في الدنيا بيوصل لصورته النهائيه في الدم، انت بتاكل الاكل تمضغه يدخل المعده يتهضم، وبعد ما يتهضم يدخل على الدم يتحول لعمله الطاقه اللي هي الاي تي بي والاي دي بي والكلام ده كله. يعني اللي سمعنا دكتور يمكن يفهم الكلام ده، عمله الطاقه دي اللي هي الاي تي بي بتبقى ماشيه في الدم، هو الغذاء، والدم بيشيل الغذاء بتاع جسم البني ادم ده كله، بيلف بيه كل عضو في جسم البني ادم او كل خليه بتاخد الغذاء بتاعها من الدم. العلقه دي بتقعد اخر روقان وباشا تلزق في جسم اي كائن حي، تاخد شويه الدم تتغذى، وهي لا عندها جهاز هضمي ولا جهاز اخراج، جهاز تغذي نفسها وخلاص. طيب معلش يا اخواننا بجد، يعني يا ريت يعني احنا والله انا لو اكتشفت ثانيه واحده يعني جاد غلط حرجع. يا ريت اللي يسمعني يعني اكيد. اخي طه انا بشكرك كثير حبيبي، صار لك 10 دقائق، صار 10 دقائق تمام. على كل حال يعني انا كنت بتمنى تروح في كل الايه، يعني في الايه الايات الثلاثه الاربعه، اظن اربع ايات. على كل ان وقت تفضل انت بتكلمني انا بقول لا، اذا عندك شيء تقوله يعني تفضل. لا انا اقصد يعني جورج لو حابب يتكلم على الايتين دول وارجع انا اكمل بقيه الايات، اوكي ما فيش مشاكل. اوكي ما في اي مشكله. على فكره انك على كل حال يعني بس انا مقدر انك اول مره بتطلع، يعني هي ثاني مره بتطلع قدام الكاميرا، ومقدر طبعا حماسك تدافع عن دينك، وهذا شيء حقك طبعا، هذا من حقك انك تدافع، لانه الانسان ما بيؤمن بدون ما يعني ما بيدافع لو مو مؤمن يعني بصراحه بحماس. على كل انا بشكرك كثير. وجورج خلينا نبدا معك 10 دقائق كمان معك، تفضل حبيبي. شو تفضل.
الحمد لله أن جلة الحنفية العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالجلة من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الجلدة فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، أولا شكرا للدكتور طه على الشرح الجميل اللي هو شرحه لنا والعرض اللي هو عرضه وعلى عرض المناظرة من الأول. أنا ممتن جدا للدكتور طه لأنه من أحد الناس اللي قررت أن هي تخرج من جعبة الجبن اللي كان محاط بيهم من فترة ويخرج ويتكلم ويعرض رأيه بمنتهى الحرية قدام الناس. فتحية كبيرة للدكتور طه. ندخل في الموضوع بقى على طول عشان ما نضيعش الوقت. أنا على فكرة أنا دخلت جامعة أسيوط لمدة 3 سنين، وبعد كده سافرت، أنا ما كملتش الطب في مصر، جيت كملت هنا في الولايات المتحدة وتخرجت في شهر 12 اللي فات، وحاليا أنا بعمل تدريب في البطنة والقلب. عشان في حته مهمه في حكايه القلب ده يا دكتور، استنى عليا بس انا جاي لك. اولا بدات الايه قال لك ايه؟ ان الانسان خلق من سلاله من طين، خلقنا الانسان من سلاله من طين. يعني ايه سلاله من طين؟ قال لك عشان ادم كان مخلوق من طين. عرفت منين ان ادم كان مخلوق من طين؟ اي كتاب علمي رجعت اليه عشان تعرف ان ادم كان مخلوق من طين؟ ما هو الطين الموجود في جسم ادم؟ على فكره من احد الاكذوبات بتاعه الاعجاز العلمي ان يقول لك ان مكونات جسم الانسان تشبه الطين، وده كلام خاطئ. والدكتور يعلم الكلام ده جيدا، نسبه البوتاسيوم في الخليه قد ايه يا دكتور، ونسبه البوتاسيوم في الطين قد ايه. الكلام ده خاطئ تماما. الحياه بدات في البحر، ودي حاجه يعني جميع الناس اللي درسوا اي حاجه عن الاحياء يعرفوا ان الحياه بدات في البحر، فلم تبدا الحياه من الطين. ايه يعني دي اول حاجه تضرب الايه في مقتل، بس هنعدي لان احنا مضطرين نعدي لان احنا لازم نكمل المناظره. فيعني موضوع الطين، وبعدين موضوع الطين ده مثلا ايه الاعجاز اللي فيه؟ اذا كان محمد قال كده، هل مثلا محمد اول واحد يقول ان اذا كان الكلام ده حقيقي؟ مع ان الكلام ده مش حقيقي، لكن الكلام اذا كان الكلام ده حقيقي، هل محمد اول واحد قال يقول ان الانسان خلق من طين؟ المسيحيين في العهد القديم في بدايه اول اصحاح في سفر التكوين قال ان الرب جاب شويه طين ونفخ فيهم نسمه حياه فاصبح ادم طين، اصبح ادم انسان. فهو خلق ادم من، فاذا كان هناك اعجاز، مع ان مفيش اعجاز، يبقى الاعجاز بتاع المسيحيين واليهود مش بتاعك انت بقى، مع ان الكلام ده علميا خاطئ. فهنعدي على النقطه اللي بعدها. قال لك نطفة في قرار المكين، والدكتور قاعد يكلمنا بقى عن النطفة اللي هي الفيرتلايزد اوفم والاوفم بتتكون فين وبتاع، فين الكلام ده يا دكتور في الآية؟ فين النطفة فيرتلايزد اوفم؟ على فكرة أنت قلت إن النطفة كانت غير معروفة عند العرب، ودي معلومة خاطئة تماما. النطفة في المعجم في المعاجم العربية هي القليل من الماء. تعريف النطفة هو القليل من الماء. ويقصد بها ساعات القليل أو الكثير، ولكن يخص بها القليل. فهي كلمة مستعملة عند العرب، والعرب كانوا يعلموا جيدا معنى كلمة نطفة وقصد بها محمد. وهقول لك هنا في التفسيرات عشان تتأكد من الكلام اللي أنا بقوله. مرحلة النطفة كان كثير من التفسيرات اللي قالها محمد بعد كده لما بيشرح يعني إيه نطفة، قالوا إن النطفة هي نطفة الرجل ونطفة المرأة، وهي القليل من الماء بتاع الرجل مع القليل بتاع من الماء مع المرأة. وهذه فضيحة علمية يا دكتور، ده كلام خاطئ علميا تماما. انت تعلم جيدا، انت لسه شارح ان الجنين بيتكون من نطفه الرجل الحيوان المنوي، مع ان برضو كلمه نطفه هي شويه ماء، لكن كان المفروض يناط بمحمد ان هو يقول ان شويه الماء دول فيهم حيوان منوي، مش شويه الميه هم اللي بيعملوا الجنين. لكن محمد ما قالش كده لانه لم يكن يعلم شيء عن الحيوان المنوي، هو فاكر ان هم شويه ميه وخلاص. حتى في بعض الاحاديث يقول لك ان، وفي القران يقول لك ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. كلام فاضي، الصلب يعني الظهر والترائب يعني الصدر. هو كان يقصد ان النطفه هي عصاره القلب. هل الدكتور يعرف ان النطفه بتاعت الرجل بتخرج من عصاره قلبه؟ وماذا عن غده البروستاتا؟ وماذا عن الخصيتين؟ وماذا عن البربخ؟ وماذا عن حويصلات كوبر؟ فين الكلام ده كله؟ فين ده الكلام ده في الصدر؟ اي صدر إن هذا؟ انت جايب لنا تنين؟ هو بيتكلم عن تنين مثلا؟ انا ما عنديش فكره هو بيتكلم عن ايه. ينتقل بعد كده بقى ويقول لك ايه النطفه دي اللي هو شويه ميه بتاعت الرجل. وعندك احاديث عشان تثبت لك الكلام ده. كان في حديث عن عائشه، واحده جت بتقول لها، بتسال الرسول ان الـ يعني اللي هو ايه النطفه بتاعتي، الميه بتاعتي لو اختلطت مع ميه الرجل هل انا وعليا الغسل؟ فقالت لها تربت يديك اتكسفي يا اولية. فراح الرسول قال لها ايه؟ ما هو بتاع النسوان بقى قال لك ما تتكسفيش ولا حاجه، لا ده ما لها حقيقه في الدين، تعالى يا حاجه. راح قال لها لا بقى، لا ما لازم تغتسلي لان دي بقى ايه النطفه بتاعتك مع النطفه بتاعته وبتاع. فهو محمد كان متخيل ان السائل المهبلي بتاع المراه هو ده النطفه بتاعتها، لم يكن يعلم شيئا عن البويضه ولم يكن يعلم شيء. عشان كده
الدكتور كان بيقول لنا ان انا مش عارف يا دكتور يا ريت تجيب راجع المعلومه دي، انت بتقول ان البويضه بتقعد مخصبه 18 يوم في قناه فلوب، الكلام ده هنا في الكتاب الكلام ده مش مظبوط. البويضه بتتزرع تقريبا وانا اعرف في جدار الرحم البويضه بتتزرع في اليوم الخامس او السادس في جدار الرحم، بتكون عدت قناه فلوب واتزرعت في جدار الرحم في اليوم الخامس او السادس. فقال محمد قال لك ايه الكلام ده من كتاب امبريولوجي يا دكتور، ما تقولش لا الكلام ده من هنا مش من عند جوز خالتي، هو ده جوز خالتي الله يمسيه بالخير يعني. ما علينا. محمد قال لك ان النطفه النطفتين بيتقابلوا مع بعض ويقعدوا في الاحاديث، قال لك ان النطفه تبقى كذلك 40 يوما، يعني بتقعد جوه الرحم 40 يوم شويه ميه. هل الجنين يا دكتور في 40 يوم بيبقى شويه ميه؟ هل انت تعلم هذا عن الجنين؟ ولا انت مش مؤمن بالاحاديث ولا ايه النظام ساعتها؟ ما انت يعني لما تتزنق ترجع يقول لك لا انا قراني انا ماليش في الحديث قوي، الحديث بيقول ان هكذا تبقى النطفه 40 يوما وبعدها تدخل مرحله العلقه 40 يوما اخرى وبعد كده تدخل مرحله المضغه 40 يوما، يعني 120 يوم لحد الملاك ما يجي في اليوم ال 120 وينفخ فيه الروح ويحدد نوع الجنين. الكلام ده من الحديث مش من عند جوز خالتي، ممكن اقول لك كمان شاهد الحديث، انا كاتب كل الكلام يعني. الكلام ده في صحيح مسلم كتاب القدر باب كيفيه الخلق الادمي في بطن امه، ان الملاك بيجي بعد مره يقول لك في اليوم في 42 يوما ومره يقول لك بعد ما يدخل مرحله العلقه. هو حتى نفسه محمد بينسى هو بيقول ايه، والحديثين اتسجلوا في صحيح مسلم في نفس الباب، يقول لك ان الملاك بيجي وبعدين يسال الله عن جنس الجنين، هل جنس الجنين يتحدد في اليوم ال 120؟ هل جنس الجنين يتحدد في اليوم ال 40؟ حتى جنس الجنين يتحدد في اول لحظه، لم يكن يعلم محمد ذلك. اين هو الاعجاز يا دكتور؟ اين هو الاعجاز في اي كلام من الكلام اللي اتقال؟ موضوع النطفه بعد كده عشان اكمل اللي انت قلته، ده كده موضوع النطفه، يعني الكلام ده كلام فعلا واحد لا يعلم اي شيء عن اي شيء. هو كل اللي اعرفه ان ماء الرجل يختلط بماء المراه يروح عاملين جنين. ايه بقى ازاي؟ ما عندوش فكره. هو فاكر قال لك في قرار المكين اللي هو الرحم. انت لسه قايل لنا يا دكتور الحيوان المنوي بيوصل لحد فين؟ بيطلع بره القرار المكين وبيخش في قناه فالوب. فهل النطفه بتقعد في القرار المكين؟ لا. يبقى الكلام اللي قاله محمد ده صح؟ لا. الكلام ده خاطئ تماما. تماما. خش بقى على موضوع العلقه واللي اسلم بسببها هذا الطالب الامريكي العظيم. العلقه في المعجم بيطلق على دوده العلق العلقه، او يطلق عليها دوده العلق لانها تشبه قطعه الدم الجامده، ويطلق عليها العلق لان هي حمراء. وقال وفي في 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 المعجم يقول انها يطلق عليها العلقه لاشتداد حمارها، يعني الحاجه عشان حمراء جدا شبه الدم يطلق عليها العلقه. فموضوع العلقة ده دودة العلق هي اللي تشبهت بالدم. الدليل يا دكتور ان في حديث بيقولك ان محمد وهو صغير جه الملاك خده وفتح صدره واخرج منه علقة، اخرج من قلبه هي علقة، وقال لك ان العلقة دي اللي هو اخرجها من قلب محمد هي اصل كل الشرور، فكده قلب محمد بقى نضيف مفهوش شرور. يا دكتور انا بشتغل في القلب واعلم جيدا يعني ايه قطعة دم في قلب الانسان، دي مصيبه سوداء. الانسان اللي عنده اتريال فيبريليشن، مش عارف يا دكتور انت اكيد تعرف الموضوع ده، اتريال فيبريليشن لازم تحطه على حاجه زي الكوميدين او الوارفرين او ملين جامد للانتي كواجيليشن، يعني لا اعلم هذه المصطلحات بالعربيه، عشان الدم ما يتجلطش، لان لو تجولت جلطه صغيره هكذا في القلب بتعمل ستروك بعدها، بتعمل ستروك يعني ايه؟ جلطه، بتعمل جلطه. فازاي محمد وهو طفل كان في قلبه حته علق قد كده وما عملتلوش جلطه؟ هل هذا كلام يعقل؟ هل ده كلام واحد في القرن الحادي والعشرين يصدق وهو طبيب يصدق ان هذا الانسان اللي قال لك انا الملاك جه طلع من قلبي علقه ان ده نبي؟ اللي بيقول لك على الجنين شويه ميه قاعدين في قرار المكين، ولا ان المائين يختلطوا ببعض، ولا ان هم في قلب القرار المكين؟ اين هي البويضه؟ الموضوع بقى هنا لما محمد عايز يقول لنا اعجاز علمي، الناس يقول لك ايه اصل الكتاب القران مش كتاب علوم، طب بتتكلم في العلوم ليه لما انت مش كتاب علوم؟ انا وقت خلص يا جان، لو وقت خلص قول لي. القران مش كتاب علوم، طب خلاص ما تزنقش نفسك في العلوم، ليه بتتكلم في العلوم؟ الحته الثانيه بقى، لو انت عايز تقول للناس لمحه سريعه او تصحح مفهوم كما يقول المأفون هيثم طلعت، قال لك ان هو عايز يصحح المفاهيم. جالينوس كتب كام كتاب عشان يقول مفهوم؟ انت عايز تصحح المفهوم في سطرين؟ ده ايه الجبروت ده؟ طب ما صححتش ليه المفهوم؟ طيب الوقت خلص جورج، طبعا شكرا كثير حبيبي جورج، بصراحه كنت
يعني واضح بكلامك ودايركت، وانا بتمنى تمشي المناظره بهالشكل هذا. بصراحه هاي اول مره اعمل مناظره اصدقائي، وانا اظن مستمتع فيها، واتمنى نكرر المناظرات. طيب اخي طه، الوقت معك ولك 5 دقائق ترد على الاخ، واذا بدكم تتفقوا على 10 دقائق اخرى بعشر دقائق اخرى ما عندي مشكله. طيب بص جان، انا بشكر، بس خلينا نتفق على 5 دقائق ولا 10 دقائق، انا تفضل براحتكم، ما عنديش مشاكل. جورج خليها 10 و5 بعد كده يا جان. اوكي خذ 10 دقائق اخرى وبنعطي لجورج 10 دقائق اخرى بعدين ناخذ 5. جورج فلوس العمليه دي يا جورج، خلي بالك يعني انا سبت الفوط وما سبتش. بص طيب يا جان يا جورج يا كل اللي سامعيني، اولا انا عايز ارد على الكلمه اللي قالها جان، ان من حق طه انه يدافع عن دينه، انا بدافع عن الحق مش على ديني. انا عايز اعرف الحقيقه فين، عشان كده قلت دي مش مناظره، ده نقاش. وانا ما عنديش استعداد ان ابان انسان متخلف بيدافع عن حاجه غلط، عشان كده انا متنازل عن 10 دقائق الثانيه لجورج يكمل فيها كلامه، انا عايز اسمع كل اللي عنده. ما شو السبب يعني؟ ممكن تقول لنا شو السبب؟ السبب اني انا قلت في اول الكلام ان انا سمعت كثير جورج بيتكلم في شرح الايه دي بالذات. يعني انا اسف لو كنت قلت اي كلمه عليك، انا ما قصدتش اي حاجه. لو كنت لا على فكره لا، انا اسف جدا، انا ما بتكلمش اصلا. انا مبسوط جدا ان انا بسمعك. هو في شويه معلومات مش مظبوطه في كتاب الامبريولوجي بتاعك، دي معلومات ما لهاش دعوه بالقران. يعني حكايه ان الفيرتلايزد اوفم دي بتقعد في التيوب 18 يوم، الكتاب بتاعك يا ريت تقول لي ايه اسمه ايه مرجعيته، عشان انا تخصصي بقى الكلام ده. لانجمان لانجمان الفيفث اديشن، الطبعه الخامسه، لانجمان ميديكال امبريولوجي. تمام. يعني في حاجه طبعا الاحدث بتاعته دي طبعا اللي بعد كده دي 9th اديشن طبعا التاسعه، وفيها نفس الكلام برضه. فانا ما عنديش يعني، انا مش دكتور نساء، بس الكلام ده يعني في علم الامبريولوجي برضه نفس الصوره هنا على فكره. انا يعني الكلام بالظبط هنا اهو. هو في معلومه بسيطه بس. اوكي يا جورج، في معلومه بسيطه كده عايز اتكلم بيها، لو انت تكون سمعتها يعني من اي حد. تسمع عن الحمل خارج الرحم؟ الحمل خارج الرحم الاسم العلمي بتاعه اكتوبك بريجننسي. اكتوبك بريجننسي. تمام. ايه اللي بيحصل في الاكتوبك بريجننسي؟ الحمل خارج الرحم بيحصل يعني تثبيت البويضه بعدها جوه قناه فالوب، ما بتقدرش تنتقل الى الرحم. الله ينور عليك، او جلد الحنفيه تنور عليك. تمام. هو المفروض انها بتقعد 10 يوم البويضه المخصصه في قناه فالوب، بعدين تنزل الرحم. طيب لو كملت البويضه المخصبه الفيرتلايزد اوفم ال 18 يوم دي وما نزلتش، مش بتنزل خالص. التيوب ك ك ك كاورجن هو زيه زي اليوترس في تركيبه بالظبط، بس هو يقدر يستحمل الجنين اسبوع ماكسيمم وبعدين تنفجر. فهو حكايه ان الفيرتلايزد اوفم دي بتقعد في التيوب 18 يوم، ده موضوع ملهوش دعوه بالقران، ده مش مذكوره في القران، دي معلومه يعني. تمام اوكي، انا برضو هرجع للكتاب بتاعك ده واشوف يعني. انا هجيبه ان شاء الله، انا ما عنديش اعتراض يعني. انا لو في اي معلومه جديده قول لي في انهي كتاب وانا هجيبه، ما فيش مشكله. لا لا هي معلومه طبيعيه. يا ريت كمل انت ب 10 دقائق، خلينا نعد من هلا ال 10 دقائق، كمل فكرتك وكمل اللي بدك اياه. تعرف المشكله فيها جان، ان الفرق بينه وبينك تعرف ايه؟ انا ما عنديش مشاكل مع جورج، ان جان عايز المناظره تطلع قويه ويكسب فيها جورج عشانك يثبت منطق الالحاد، انما انا عايز اعرف الصح فين. لا لا الفرق لا لا بيني لا وبين لا لا. جان عايز شوف, شوف 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 حبيبي، شوف صدقني انا مو شان والله يكسب الالحاد ولا يكسب المسلم ولا، نحن نريد نوضح الحقيقه للناس. يا اخي طه، انا لست ثواني يا جن، دكتور طه، في واحد خسر حياته واصبح مسلم بسبب هذه الايات، فمن واجبي انا كطبيب ان انا اوضح هذه المعلومات
حتى لا يخسر شاب آخر سواء أمريكي أو مصري أو أي حد يخسر حياته ويذهب إلى الإسلام وبعد شوية تلاقيه في داعش بيفجر نفسه. طه أنه أمن بهذه النبوة حبيبي، بس فكرة بدي أوضحها أنا، يعني أنا لست عدوك، أنت أخوي، أنا ماني هون لحتى أطالعك خطأ، اسمعني شوي بس دقيقة أرجوك، أنا ماني هون لحتى أطالعك خطأ وأطالع الإلحاد ونحن والله أصحاب الفكر الصح، لا، نحن هون جايين نعرض الشيء الصح. أنا رجل تربيت على الفيزياء، قراءة الفيزياء، قراءة علم الفلك، قرأت في تاريخ الطب، قرأت كثير أشياء عن علم الجينات، عندي الجينوم هذا، وآسف يعني هذا الكتاب الجينوم هذا قرأته من أظن من عالم المعرفة كمان، هذا قرأته يمكن ألف كان 2002 2003 أظن، يعني تاريخ الطب موجود عندي من نفس السلسلة، يعني أهتم بالعلوم، أحب العلوم، وأعرف أنا ابن شيخ قرأت القرآن وأعرف يعني تماما متأكد إنه القرآن لا ينطبق مع العلم، فلذلك نحن بدنا نوضح الصورة الصح، انه اذا في شيء نحن ما بنعرفه، انا وجورج ما بنعرفه، انت ممكن دلنا عليه علميا موجود، ليش لا، وحتى انا مستعد اصير مسلم اذا لقيت شيء علمي موجود، يعني انا ما عندي اي مشكلة، انا ماني ضد فكرة الرب نهائيا، يعني يا ريت يكون في رب ويخلصنا من العذاب هذا، بس نحن بدنا نوضح فكرة علمية، هون المناظرة هي علمية بحتة، يعني يا ريت ما بعرف ما هي مسألة انه واحد ينتصر على واحد، بدنا نقول الحقيقة. تفضل الميوت من عندك لو تفتحه. بص ده اللي انا اتمناه يا جان، في مقولة اسلامية عندنا على فكرة محترمة جدا 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 جدا، الحقيقة ضالة المؤمن اينما وجدها هو اولى بها، فعلا الانسان اللي عنده اعتقاد حقيقي، الاعتقاد السليم انه دائما بيدور على الحقيقه، الحقيقه هي اللي بتنور لك طريقك، اللي تخليك تعرف نفسك انت ماشي صح وماشي غلط. ما فيش انسان في الدنيا هيكون مبسوط لما تنتهي حياته ويلاقي نفسه كان بيامن بخدعه كبيره خرافه وضيع عمره فيها، وانا مش عايز اقول ضيع عمره والكلام ده برضه، لان انا من وجهه نظري الانسان المتطرف هو اللي بيضيع عمره، إنسان اللي بيسيب الدنيا وبيسيب الشغل وبيسيب مستقبله ويروح يمسك سلاح في خلية إرهابية في داعش والكلام ده إنسان ضيع عمره وضيع دنيته إن كان هو على حق أو على باطل. لأني برضو في حديث أنا عن نفسي يعني أؤمن به جدا. طه حبيبي بكل تأكيد، خلينا ما نضيع الوقت، تفضل خذ العشر دقائق. أوكي هو أنا تفضل. اللي أنا عايز أقول إن أنا في احاديث جورج تكلم فيها في حكايه يعني الحديث ده انا ما عنديش خلفيه عنه، وانا مش قراني، انا مسلم سني اؤمن بالكتاب والسنه، ولو في حديث صحيح عن رسول الله يعني انا اؤمن يعني، والحديث ده ثبت صحته من اهل يعني العلم، فالحديث ده انا ملزم به كرجل من الاسلام، يعني مش هتخلى عنه عشان انقذ نفسي من فكره. الاحاديث دي انا يعني انا ما اعرفش عنها بجد والله، ما سمعتها قبل كده، لان انا برضو يعني مش متعمق في دراسه الدين جدا، لان انا يعني درستنا الطب وكان جورج عارف الكلام ده. لكن بالنسبه للكلام الموجود في الايه، انا من وجهه نظري الطبيه وانا راجل دكتور نساء وتوليد، انا شايف انه هو متماشي مع علم الامبريولوجي. كلمه نطفه برضو انا هرجع لها في حكايه ان هي ميه، لاني برضو لجورج اللي عايز اقوله له ان حكاية الطين عبارة عن تراب في الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، دي ثابتة علميا اكيد وما فيهاش يعني اي لبس، ان كل شيء في الدنيا بيحيا بالماء، بداية الحياة بدت في المية، ونسبة الكالسيوم والبوتاسيوم والكلام دي، هو الطين عبارة عن تراب مية، يعني عنصر الماء موجود في الطين، مش موجود يعني، وعشانك تصنع كمية فخار، لو انت جبت كمية فخار هتلاقي ان نسبة المية الى نسبة الفخار حوالي 40% ل60%، عشان تصنع طين بالفخار النسبة بتبقى من 40% ماء 60% تراب الفخار، فبالتالي ال 40% الماء الموجودة دي برضو تجعل
بداية الإنسان من الماء، ما فيش اختلاف بين الإسلام أو بين الأديان وبين العلم. دي النقطة دي اللي أنا كنت عايز بس أتكلم فيها. والنقطة الثانية بتاعت الأنبوبة والردي أنا أتكلمت فيها، ودي زي ما قلنا نقطة علمية، أنا هرجع للكتب والمصادر وأشوف الكلام اللي قاله جورج. أما بالنسبة للنطفة وإن هي مية موجودة، هي كلمة نطفة ذكرت في المعاجم بعد ورودها في القرآن، زي الخطأ الكبير اللي بيقع فيه الملحدين أنهم بيقولوا في آيات في القرآن مخالفة لعلم النحو، وعلم النحو وضع بناء على القرآن، يعني القرآن للأب الروحي لعلم النحو. ده اللي نعرفه، لو في معلومة يعني عنديكم غير كده أنا برضو ممكن أسأل عليها. يعني اللي نعرفه وسمعتها كثيرا جدا يعني من علماء في اللغة والنحو، أن علم النحو وضع بناء على آيات القرآن الكريم، يعني وضع بعد القرآن. فبرضو كلمة نطفة دي اللي أنا أعرفه اللي هي تعني ماء أو نزولها في المعجم، ده جاء بعد نزولها في القرآن، واللي كان مقصود بها هنا الماء اللي هو ماء الرجل وماء المرأة. وبرضو كلمة نطفة في تفسيرها في المعجم الوجيز زي ما قال حبيبي جورج، في المعجم الوجيز المقصود بها هو اختلاء ماء الرجل بالمرأة فعلا. يعني جورج قال طب هنا تكلم الرسول محمد لي عتاب على جورج، والله بجد عتاب، واحد بيحب واحد. عشانك المسلمين يسمعوك لو انت على حق ولو على صواب، ما تتكلمش عن النبي محمد باسلوب وحش. ده طبعا حرية شخصية ليك، انا مش هجبرك، دي نصيحة، لان انت كده بتقفل باب المناقشة قبل ما تفتحه بالنسبة لهم. مش كل الناس زي طه على فكرة، يعني ممكن يعني عادي يضحك ويهزر ويدخل في الموضوع ويتكلم معاك، بس في ناس بمجرد ان انت يعني بتذكر الله بالسورة سيئة او بتذكر النبي بالسورة سيئة، انت قفلت باب النقاش قدامهم، وانت بتقول انت حرام واحد يضيع عمره ويبقى في داعش. فلو انت خايف عليه انه يضيع عمره ويبقى في داعش، بدي معاه البداية الصحيحة اللي تخليه يسمع لك. دي بس نقطة كده على جنب، تمام. بالنسبة بقى للنطفة زي ما قلت لك في المعجم مذكورة انها ماء الرجل والمرأة وليست ماء الرجل فقط لا غير، يعني الفرتلايزد اوفم. في حكاية كلمة ماء، لا تخليق النوع بتاع الإنسان يعني الجنين ده ذكر أو أنثى بيتم تحديده، جورج قال من أول لحظة، من أول لحظة دي يعني، وأنا دكتور نسا يعني إيه المقصود بيها من أول لحظة؟ من ناحية دينية ربنا بيعلم ما في الأرحام. لما جو جماعة المستشرقين قال لك إيه ها اخترعنا السونار وعرفنا ايه اللي في رحم المرأة ود ولا بت، وانتوا بتقولوا يعلموا الغيبيات الخمسة ويعلموا ما في الأرحام. ما هو ما كانش النبي يعرف انه هيخترعوا السونار بعد كده ويقدر الدكتور يكشف؟ ده مش بس ود وبت، ده الفور دي دلوقتي بيقول لك لون شعره ولون عينيه، ومش بس كمان لون شعره ولون عينيه، بيقول لك دمه خفيف ولا تقيل. ده بجد في دكتور بيقول لك بيبان من الفيشال امبريشن يعني انطباعات الوش بتاع الجنين، بيقول لك دمه خفيف ولا تقيل، تمام، دبل 4 دي بالسونار 4 دي. فلما ردوا المؤمنين على الموضوع ده قال لك لا، في الارحام من قبل ما ابوه وامه يتجوزوا ربنا يعلم اذا كان هيخلف ولد ولا بنت. فجورج بيقول يعني نوع الجنين بيبان من اول يوم. انا ما اعرفش هو يقصد ايه، يعني في الوقت بتاعه يوضح حالي هو من اول يوم، يعني بناء على علم الاجنه والالترا جينوم والكلام ده، يعني انك تقدر تحدد نوع الجنين، انك تختار البويضه اكس مثلا زي الموضوع ده اللي طالع اليومين دول، بيقول لك انا اقدر اخلي الواحده تخلف ولد او تخلف ولد، انا اختار الحيوان المنوي واي واخصبه على البويضه اكس يطلع ولد، واختار الحيوان المنوي اكس واديله البويضه اكس يطلع بنت. هو اللي انا اعرفه ان الاجهزه التناسليه اللي بنعرف بيها ده ولد ولا بنت يعني بيتم تخليقها في الاسبوع ال 12 اللي هو بداية الشهر الرابع ونهاية الشهر الثالث. ولو 8.25 مليون 4D حاجة حلوة كده سونيك، ده أنا بقدر أعرف بيه بدري يعني. لكن لو سنار دي كمان في الشهر الثامن حتى لا تقدر تعرف هذا ولا بد. فأنا دي الحتة دي برضو يعني جورجي لما يجي وقته عايز توضيح منها، هو المفروض
لما ربنا بيقول او الحديث بتاع اللي هو ثم ينفخ فيه الروح، اول وانا بيد ما اعرفوش، بس انا اعرف ان ربنا بينفخ الروح، او هو ده بيعتبروه بني ادم لما يتعرف واد ولا بنت. واد ولا بنت دي فعلا موافقه للحديث اللي هو بيقوله اللي هي ال 120 يوم، واللي هو تخليق الـ تخليق الـ الاعضاء التناسليه دي، فعلا فعلا يعني بتبقى على ال 120 يوم. وبرضو انا والله مش بقول كده دفاعا عن فكره خاطئه، دي معلومه طبيه انا واثق منها. انا بقدر احدد بالسونار نوع الطفل اذا كان ولد او بنت عند الاسبوع ال 12، يعني بعد ما اخلص 3 شهور. 3 شهور دي 3 في 3 يعني 90 يوم. 90 يوم يعني لما انا بقول لك يا ابني انا فاهم، ما تضحكش يا جان، انا فعلا بحسبها، يعني انا عايز اعرف الحقيقه، مش بأي فكره يعني. يعني بعرفها في نهايه الثالث 12 اسبوع، في اول الرابع يعني حوالي من 90 ل 100 يوم حتى اللي نقدر نعرف نوع الجنين ولد ولا بنت. يا 90 يعني او 100 يوم من 120 ماشي، هي 100 مش يعني مش 120، هي 100. من اول يوم ابقى عارف نوع الجنين هو طبيا مستحيل، يعني طبيا مستحيل ان انا اجيب واحده ست حامل ويدوب الحمل بتاعها حوالي 30 يوم او 35 يوم لسه ما فيش بلسيشن ولا في ساك اساسا في اليوترس، واقدر اقول ان دي ولد ولا بنت، دي مستحيل. انما كلام الحديث ان هو على 120 يوم دي اقرب، يعني اقرب الى الصواب، لان هو تخليق الاعضاء التناسليه دي بيبقى في نهايه الشهر الثالث. الحاجه الثانيه اللي هو بيستشهد بكلام جورج بيقول اني نطفه في قرار مكين، اللي هو القرار المكين ده اللي كان يقصد الرسول ان هو الرحم، ودلوقتي طه بيقول ده بيبقى الفرتلايزد اوفر في الانبوبه. ورجع جورج برضو معلش في الحته دي، انا اسف يا جورج، غلط نفسه وقال مع ان علم الامبريولوجي بيقول ان من اليوم الخامس البويضه بيحصل لها امبلانتيشن في اليوترس، يعني كلام الامبريولوجي كده وافق كلام الرسول مش كلامي انا، يعني ريت تكون الحته دي واصله له. معلش انا يمكن ما عرفتش اوصلها له، يعني انا بقول ان التخصيب بيحصل في الانبوبه، سمعني يا جورج، التخصيب بيحصل في الانبوبه وبعد 18 يوم بينزل الجنين، يبقى فين؟ بيبقى في الرحم. فجورج اعترض على الحته دي، بيقول في بيقول الرسول بيقول قرار مكين اللي كان يقصدها بها الرسول اللي هو الرحم يعني. فانا كلامي انا كده مخالف لكلام الرسول ان انا بقول في الانبوبه. بعد كده قال ان كتاب الامبريولوجي اللي معاه بيقول الامبلانتيشن بيحصل من اليوم الخامس، يعني كتاب اللي معاه كده موافق لكلام الحديث. تمام، انا بشكرك كثير حقيقه. هي خلصت العشر دقائق؟ خلصت العشر دقائق. انا همسك لك يعني على فكره مش ضامنك. على كل على كل ممكن تراجع الحلقه وتعير الساعه. لا يا حبيبي على كل شكرا كثير لك يا اخي طه. طبعا دكتور جورج تفضل معك كمان 10 دقائق. تفضل طه تفضل. انا سجايري انا مش عارف. طيب جيب سجائر ونحن في انتظارك حتى تجيب سجائر. انا مستعجل من العياده بسببكم. طب والله بصراحه لو الكفار مخترعين اله احط لك السجائر كان حطيتها بعثت لك، ولكن الكفار لسه ما اخترعوا. طيب تفضل اخي جورج معك 10 دقائق كمان. تفضل حبيبي. طيب انا عشان اوضح للدكتور بس، انا كان قصدي ايه في ان الجنين بيتحدد نوعه من اول يوم، انا قصدي على الكروموزوم الذي يحمله الحيوان المنوي، هو ده اللي بيحدد نوع الجنين من اول لحظه، من اول لحظه الاخصاب يبقى نوع الجنين ده متحدد، ان الكروموزوم اللي الحيوان المنوي الذي يحمل كروموزوم اكس هذا الجنين المفروض ان هو هيبقى انثى، واللي اذا كان يحمل كروموزوم واي هيبقى ذكر، دي بتتحدد من اول لحظه. اللي انت بتتكلم عليها دكتور ده المورفولوجي اللي هو في الاسبوع ال 12 بيبان الشكل، لكن هل الشكل ده بان لوحده بعد 12 اسبوع ولا ده كان على اساس اللي حصل في اول لحظه؟ كان على اساس اللي حصل في اول لحظه، ده اللي كان قصدي. لكن اللي قاله محمد في الحديث ان الملاك بينزل في اليوم ال 42 او ال 45، يعني محمد مش متاكد هل 42 ولا 45، قال لك الملاك بينزل يسال الله يقول له أذكر ام انثى؟ فالله يقول أشقي ام تعيس؟ فالله يقول
غني ام فقير، فالله يقول يروح كاتب الكلام ده في كتاب ويتقفل عليه وما يتغيرش الكلام ده تاني. فكده الجنين هو اللي حدد نوع الله هو اللي حدد نوع الجنين في اليوم ال 42 او 45 او في احاديث اخرى في اليوم ال 120، مع ان نوع الجنين متحدد من اول لحظه. متشاف امتى؟ دي بقى دي حاجه في المورفولوجي، لكن متحدد امتى؟ متحدد في اول لحظه. مش مستني الملاك ينزل بعد 42 يوم او 45 يوم يساله انت عايزه ذكر ولا انثى؟ هو انت نسيت ان الحيوان المنوي كان يحمل كروموزوم واي ولا ما كنتش عارف؟ الحته الثانيه، لو انت عايز تقول لنا ان الحديث الكلام اللي انا قلته، انت بتقول لي الكلام اللي انا قلته يوافق الحديث، لا، لان اللي انت بتقوله ده التسلسل الصحيح، ان الحيوان المنوي بيطلع لحد الانبوبه ويرجع تاني يتزرع في اليوم الخامس بحسب الكتاب اللي معايا، او في اليوم ال 18 بحسب الكتاب اللي معاك. لكن محمد كان قصده ان الميه دي بتقعد في قلب الرحم، ما بتروحش في حته، لا كان يعرف انبوبه ولا كان يعرف مبيض ولا كان يعرف بويضه، هو فاكر شويه الميه دول بيخشوا يتحطوا في قلب الرحم ويقعدوا على كده، ما يروحوش في حته، لا بيطلعوا ولا بينزلوا، ما كانش يعرف. في حديث انا بيقول لك ان في صحيح مسلم برضو كتاب الحيض باب بيان صفه مني الرجل والمراه، مني الرجل والمراه، سمع يا دكتور؟ مش بويضه المراه، مني المراه. بيقول لك ايه؟ قالت جئت اسالك عن الولد، قال ماء الرجل ابيض وماء المراه اصفر. فاذا اجتمع معا مني الرجل مع مني المراه اذكرا باذن الله. واذا على مني المراه مني الرجل انثى باذن الله. هو متخيل ان الرجل لو قذف الاول هيطلع ذكر. لو المرأة استشيرت جنسيا ونزل السائل المهبلي بتاعها قبل الرجل تبقى الجنين أنثى. هذا حديث صحيح على فكرة، أنت ألزمت نفسك بهذه الأحاديث الصحيحة. بقية الأحاديث الصحيحة كتير جدا يا دكتور، الأحاديث الصحيحة يعني يعني حاجة فعلا تكسب، يعني لما تسمع هذه الأحاديث في مسند أحمد مثلا حديث عن عائشة. قال لك إيه؟ كان يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة، فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصب، واما نطفه المراه فنطفه رقيقه منها اللحم والدم. فقال اليهودي هكذا يقول، هكذا كان يقول من قبلك. الراجل اليهودي جاي بيسال محمد بيقول له تعرف نطفه الرجل ونطفه المراه؟ قال له ايوه، نطفه الرجل غليظه يخلق منها العظم والعصب، ونطفه المراه رقيقه يخلق منها الدم واللحم. فراح الراجل اليهودي قال له لا برافو عليك، هم فعلا الانبياء اللي قبلك قالوا كده. هل ده كلام يا دكتور انت عارف ان ده كلام علمي؟ هل فعلا انت تعلم ان الحيوان المنوي اللي هو نطفه الرجل بيتخلق منه العظم والعصب، والمراه هي اللي بتخلق منها اللحم؟ يعني الكلام ده ما بيحصلش مع الاثنين مع بعض؟ هذا ما يقوله محمد في الحديث الصحيح في مسند احمد. الاحاديث دي كتير جدا، انا ممكن ابعت لك لسته بالاحاديث اللي اتكلمت عن موضوع الجنين وموضوع النطفه والعلقه والمضغه والعظام والامتى الملاك بيجي، لان الايه فعلا عباره عن سطرين غير ما واضحين المعالم على الاطلاق وما لهمش اي معنى. فالناس بقت تيجي تساله انت كان قصدك ايه؟ انت بتقول ايه؟ الكلام ده معناه ايه؟ يعني ايه نطفه؟ طب النطفه دي تقعد قد ايه؟ يعني ايه علقه؟ طب العلقه دي بتقعد قد ايه؟ هو بقى يقعد بقى يقول بقى دي 40 يوم ودي 40 يوم ودي 40 يوم، وبعد كده وصلك في الاخر ان الجنين في اليوم ال 120 بيبقى حته لحمه. لا طبعا، انت تعلم جيدا يا دكتور الجنين في اليوم ال 120 ده شكله ايه؟ ده انت تكاد تكون ترى كل ملامحه، ما بيبقاش حته لحمه ولا بيبقى حته دم متجمده. هذا كلام محمد عن النطفه موضوع تاني على فكره، عشان برضو عشان اعرفك ان العرب كان عندهم المصطلحات دي مصطلحات مستساغه، مصطلحات قبل محمد بكتير. اميه بن ابي الصلت مثلا بيقول لك ايه؟ كيف الجحود وانما خلق الفتى من طين صلصال له فخار. نفس الايه بتاعت القران بالظبط قايلها اميه بن ابي الصلت قبل محمد بكام سنه؟ صلصال له فخار. نفس الكلام اللي هو صلصال كالفخار بتاعت القران. فالعرب كانوا يعلموا هذه المصطلحات وكانوا بيتداولوها. في حته ثانيه اقوى من كده بقى، سفر ايوب في العهد القديم. سفر ايوب في حته بتشرح بتتكلم بالظبط بنفس الطريقه اللي بيتكلم بيها القران، بيقول ايه؟ يداك كونتاني وصنعتاني كلي جميعا فتبتلعوني، اذكر انك جبلتني كالطين. ادي اول حته اهو. افتعيدوني الى التراب؟ الم تصبوني كاللبن؟ صبتني كاللبن نطفه. وخثرتني كالجبن، عملتني بعد كده ايه؟ حاجه متخثره كده زي المضغه زي العلق. كسوتني جلدا ولحما فمسكتني بعظام وعصب. وبعد كده في الاخر منحتني حياه ورحمه وحفظت عنايات كروح، حفظت عنايات كروح. ف
نفس التسلسل بالظبط اللي قاله محمد مكتوب في سفر أيوب قبل محمد تقريبا بألف سنة إن ما كانش أكتر. فإن كان هناك إعجاز في هذا الكلام فهو إعجاز سفر أيوب بتاع الكتاب المقدس وليس إعجاز محمد. ولكن يعلم الدكتور جيدا أن كل الكلام ده كلام فاشل وكلام تافه وكلام لا يستحق حتى القراءة، لأنه كلام ملاحظات أولية الناس كتبته في القرون القرون عديدة قبل الميلاد، قرون وقرون قبل الميلاد كانت الناس بتقوله بناء على الملاحظة الأولية. لا، الناس دي لا كانت لا تعلم نطفة ولا يعلم أمشاج ولا يعلم ولا الكلام ده. حتى كلمة أمشاج اللي دايما يتشدد بيها بتوع الجهاز العلمي اللي هو إيه المشيج اللي هو بقى إيه السبرم يعني والأوفم وبتاع، لا، كلمة مشيج في اللغة العربية معناها خليط، مشجع يعني خلطة. فهو نطفة أمشاج يعني إيه؟ يعني نطفة الراجل اتخلطت على نطفة المرأة، قم بقى نطفة المرأة دي راحت عاملة شوية حاجات رقيقة ونطفة الراجل راحت عاملة شوية حاجات غليظة. طبعا كلام يعني كلام يرثى له، يعني كلام كان ماشي ممكن يصدقه الرجل اليهودي في هذا العصر، ممكن يصدقه واحد راعي غنم. لكن هل دكتور طه النهارده اللي بيعمل عمليات وينقذ حياة ناس، اللي بيشوف الجنين، اللي بيعرف يصور بالفور دي شكل الجنين في اليوم ال 18 واليوم ال 15 ويبقى شايف الجنين بالظبط، هل يصدق هذا الكلام؟ هل يدخل عليه الكلام ده؟ انا يعني انا بصراحه يا دكتور انا يعني انت انسان محترم جدا وانا لا ارضى لك ان انت تبقى مصدق هذا الكلام كطبيب، كطبيب بتنقذ حياه الناس. هل انت يا دكتور لما بيجي لك واحده في العياده بتقول لك انا في اليوم مثلا اللي انا انت حامل من امتى، تقول لها تقول لك انا في اليوم ال 80، تقول لها ايوه كده بحسب القران يبقى انت كده في 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 داخل بطنك قطعه دم جامده، هل انت بتقول لها كده؟ اكيد لا طبعا، لان العلم لا ما يقولكش الكلام ده. وانت لو قلت كده او عملت كده يبقى انت بتنصب على الست دي، انت مش هترجع تفتح القران وتقول لها القران بيقول كذا، لا، بتجيب الفور دي بتاعتك وبتجيب الادوات بتاعتك وبتكشف عليها وبتاخد صوره واثنين وثلاثه وبتعمل 50,000 تحليل. فين الاعجاز؟ فين الكلام ده؟ فين الكلام ده في سطرين ما لهمش اي ثمن وما لهمش اي معنى؟ اين هو الاعجاز؟ لحد دلوقتي ما فيش اي حاجه ليها اي حتى صحه من العلم خالص، ما فيش اي حاجه لها اي دليل من الصحه على الاطلاق. ده احنا لسه ما دخلناش في مرحله العظام والعظم بقى، ده مشكله ثانيه كبيره جدا. اسيب بقيه الوقت للدكتور يمكن يوضح لنا حاجه. طيب على كل حال اخي جورج في عندك دقيقتين باقي كان، ولكن ما في اي مشكله، ممكن الاخ طه اذا في عندك تعليق لك 5 دقائق كمان تفضل. ماشي يا حبيبي جان. بالنسبه ل انا في كم نقطه كده عايز اعلق عليهم. الاحاديث انا طبعا زي ما قلت لجورج انا مؤمن بالاحاديث، فهو يعني لو جاني اسمح لنا على القناه بتاعته يعني ان جورج يبعت لي رابط الاحاديث دي كلها وانا ادرسها كويس واقارن بينها وبين العلم اللي انا بؤمن بيه طبعا، ونبقى نتناظر مره ثانيه يا ريت. انما دلوقتي دي بالنسبه للاحاديث اللي انا ما اعرفهاش. بالنسبه اذا على ماء الرجل ماء المراه، على حكايه على ماء الرجل ماء المراه والكلام ده، هل الرسول كان رجل علم يعني ام كان نبي يعني في معتقد اهل السنه والجماعه وخاصه انا؟ يعني في ناس كتير بتختلف معايا في الموضوع ده وبيقعدوا يتجادلوا وبيكفروا بعض كمان، يعني اللي هو بيقول لك ان الرسول يعني او الانبياء بصفه عامه يعلمون كل شيء من اول علوم الذره للثيرموديناميك لعلوم الفلك والجغرافيا والكلام ده انا لا اؤمن به بالمره. الانبياء والرسل من وجهه نظري يعني كرجل اؤمن ان في اله لهذا الكون خلق كل هذه الاشياء وهو ارسلهم برسائل محدده. انا بتمنى يكون الاتصال ما انقطع بيننا وبين الاخ طه. اخي طه هل تسمعني؟ اخي طه طيب اظن الاخ طه شوي الاتصال انقطع. انا بتمنى اذا عم بسمعني اخ طه يطلع ويرجع يدخل على الخط حتى يكمل فكرته. ما بعرف هذا جورج اذا في عندك اي كلمه تقولها. يعني موضوع ان الرسول ما كانش رجل علم، طب لماذا يفتي في العلم؟ يعني لو كنت انت مش رجل علم لماذا تفتي في العلم؟
لماذا تتحدث في شيء علمي وانت لا تعلم عنه اي شيء؟ زي ما عمل بالضبط حادثة تأبير النخل. طيب طلع الأخ. فعلا جورج يعني أنا هاي كان بدي أقوله إنه ما دام إنه مثل ما قال الأخ. ألو. طيب أنت معنا. أنا آسف جدا، أنتوا عارفين أنا بتكلم من الموبايل بتاعي يعني. ولا يهمك. طيب ممكن تبدأ من هلا. تفضل. ممكن تبدأ من هلا. تفضل طه. أوكي، بالنسبة للأنبياء زي ما أنا قلت يعني قبل ما يقطع الاتصال. لا، هو الأنبياء يعني علمهم علم لدني من الله في أمور معينة، إنما هو أنا يعني رسول الله كان يعلم بالفلوبيان تيوب والإكس والواي والكلام ده، لا أنا أؤمن إنه ما كانش على علم بهذه الأمور. الأمور دي يعلمها الله خالقها ويعلمها أهل العلم يعني. تمام. بالنسبة إذا علم الرجل ما المرأة، المرأة لها من يسأل المنوي زي ما جورج تكلم في الحديث. المرأة لها ديستشارج زي السائل المنوي، الفاجينال ديستشارج ده بيجي في لحظة الأورجازم لما تحصل سيكشوال انتركورس بين الرجل والمرأة، حالة أورجازم لأي مرأة يعني أو أورجازم اللي بيحصل للراجل بينزل منها ووتري 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 وفعلا يلوش ووتري فاجينال ديستشارج ده الوصف بتاعه بالضبط علميا. ماء، إفرازات مائية صفراء دي بتبقى إفرازات بتحصل في حالة الأورجازم، ولكن الإفرازات دي بيكون فيها بويضات اللي هي الخلية بتاعت الجنين. لا، إنما الديستشارج بتاع الراجل، السائل المنوي بتاع الراجل بيحصل في لحظة بيحصل فيه الأورجازم ده بيبقى فيه سبيرم اللي هو المكون الآخر للجنين ده، عشان للأمانة العلمية يعني. هو في سائل للمرأة زي السائل المنوي، ليها سائل بيحصل فيها فاجينال ديستشارج وسائل أورجازم زي السائل المنوي بالضبط، ولونه أصفر زي ما مكتوب كده زي ما الحديث قايل يعني، لكن ما بيبقاش فيه أوفم، اللي بيبقى فيه لما سائل الرجل بيبقى فيه سبير. دي أولا. على ما الرجل ما المرأة، هو طبعا أنا ليها تفسير ليها، يمكن جورج ما تعجبوش التفسير ويضحك عليه عادي يعني، بس هو ليها تفسير. واضحك يا جار ما تكسفش، أنت مش عارف ليه بطلت تضحك، اضحك عادي. احنا عارفين إن الرجل إن المرأة دي الأرض اللي الرجل يعني بيزرعها خلف تحديد نوع الجنين. المرأة تنتج البويضات إكس فقط لا غير، والرجل ينتج النوعين الإكس والواي. لو جاء من عند الرجل حيوان منوي يحمل الصبغة إكس أنثى، ولو جاء حيوان منوي من الرجل يحمل الصبغة واي، الناتج حيكون ذكر. وأنا شايف إن ده المقصود به في الحديث. إذا على ماء الرجل ماء المرأة، يعني لو جاء الواي حياتي رجل، أما إذا على ماء المرأة ماء الرجل، يعني لو جاء إكس حتاجي، ده تفسيري العلمي للحديث. وأنا أشكر حتى فريدة بتبكي مش عاجبها التفسير تقريبا يعني. فريدة زعلانة على الشناسف يا أخوان. خلاص خلاص تزعليش تزعليش خلاص خلاص، كلام جورجي مزبوط خلاص. المهم أنا آسف يا أخوانا جدا اللي جاصل، معلش. فهو ده تفسير يعني، تفسير يعني للمعلومة دي أنها تصلح أنها تكون إعجاز علمي. إذا على ما الرجل مع المرأة يتذكر، إذا على ما المرأة مع الرجل يأتي أنسى. أنا شايف أني ده ممكن يكون تفسير يعني، تفسير لي يعني لي منطقية. منوي إكس اللي هو الخاص بالمرأة ده موجود عند الراجل، فلو على هذا الجين إكس ولو جعل الماء الذكر ده بيأتي إيه؟ بيأتي ذكر. لو ده بالنسبة للنقطة دي. بالنسبة للماء أنا اتكلمت عليه يعني، لما عايز اتكلم عن النطفة، معلش في المرة اللي فاتت جورج اتكلم فيها النطفة اللي هي إن هي ماء مكتوبة في المعجم الوجيز. لحد الأسبوع ال 12 أو لحد الأسبوع العاشر يعني، كل مكونات الجنين تعتبر عبارة زي الدم المديون بالضبط بالضبط يعني. كل مكونات الجنين
بتبقى عاملة زي الدم المتجلط، لما تاجي واحدة بتحصل لها نزيف ويحصل لها أبورشن يعني يحصل تسقيط، اللي بينزل منها دم سائل بيبقى زي الماء، بتتجلط فيه برضو قليلة، يعني نقدر نعتبر النطفة من حيث الشكل المورفولوجي زي ما قالها أخويا جورج، من حيث المورفولوجي نقدر نعتبرها ماء، نقدر نعتبرها ماء، ماء من حيث المورفولوجي، من حيث اللزوجة، درجة اللزوجة أو فرتلايزد أوفم، دي بتبقى فعلا لها درجة لزوجة زي يعني زي المية، يعني تدي للسائل أكتر من الجسم الصلب أو الجسم الرخوي، ودي برضو يعني علميا مش يعني مش كلامي أنا أو رأيي الشخصي، يعني هي بتبقى نسبة اللزوجة فيها أقرب إلى السائل منها للشيء الرخوي أو للشيء الصلب. كلمة نطفة لما قال في المعجم هي ماء، يعني دي ما فيهاش اختلاف كبير. طيب أخي يا طه، أنا أعطيتك دقيقة زيادة عشان الأمورة خديجة، فيعني عشان الأمورة خديجة أنا أعطيتك دقيقة زيادة لأنه فريدة خديجة يا جان، خديجة خدوجة خديجة يعني الأميرة خديجة، فريدة. آسف الأميرة فريدة، أنا آسف. أوكي. طيب طيب خلي يا ريت تعمل ميوت أخي. أوكي. أخي طه، ونعطي الميكروفون للأخ جورج. تفضل جورج. طيب يبقى كده الدكتور موافق معانا ان مفيش اعجاز ولا حاجة، هو الموضوع عبارة عن المورفولوجي، يعني واحد قاعد بيشوف واحدة ست سقطت في اليوم الـ40 ولا في اليوم الـ30، كل اللي شافه شوية دم، فجي قال لك لا يبقى كده اللي موجود جوه شوية دم، طب فين الاعجاز؟ اذا كان اصل دي حاجة ملاحظة اولية ممكن اي حد يشوفها، ممكن الداية ام ست مسيد الداية اللي قاعد على اول الشارع تعرف الكلام ده، فهل ده محتاج نبوة؟ هل ده محتاج يتكتب في كتاب قادم من عند إله السماء محفوظ في اللوح المحفوظ؟ هل ده أي كلام ليه أي معنى؟ أو ده ينفع يتقال عليه إن هو إعجاز أو حاجة؟ إذا كانت ملاحظة أولية ينفع أي حد يشوفها ويسجلها؟ إذا كانت القابلات العبرانيات كانوا يعرفوا الكلام ده مثلا قبل محمد ب2000 سنة، ففين الإعجاز؟ مفيش إعجاز، أنت كده بتتفق معايا إن هو كل اللي كتبه هو شوية ملاحظات أولية سجلها هو بعينه. هو شاف واحدة سقطت مثلا في بعد ما كانت حامل في شهر، وكل اللي لازم هي شوية دم، قال لك خلاص يبقى الجنين كان شوية دم. كلام علميا خاطئ، مورفولوجيا ينفع، لكن علميا لا، علميا الجنين ده لو خدته حطيته تحت مايكروسكوب هتلاقي حاجات كتير جدا، مش شوية دم ولا حاجة، فهو لكن لا يعلم أي شيء جوه الجنين، هو كان الكل بيشوفه حاجة ملاحظة أولية. فما فيش إعجاز. الحتة التانية حكاية إن الأنبياء، ودي حاجة أنت قلتها في الأول، إن الأنبياء ما هماش رجال علم. والمفروض ان هم ما يعرفوش كل شيء، طب لماذا تدعي الاديان ان الانبياء هم يعلموا كل شيء وانه لا ينطق عن الهوى وانما هو وحي يوحى؟ اين هو الوحي الذي يوحى؟ هو رجل ينطق عن الهوى طول الوقت زي حادثه تقبير النخل، راح قال للناس ما تقبروش النخل، كانت النتيجه مصيره سودة، المحصول باظ، وجات الناس مسكت في رقبته بعد كده قالوا له انت اللي قلت لنا ما تعملوش كده والمحصول باظ، راح قال لهم انتم اعلم بشؤون دنياكم، حد قال لكم تسمعوا كلامي؟ طيب واحد بيقول لك كده، حد قال لك تسمع كلامي؟ ازاي انا اسلم له حياتي واسمع كلامه في اي حاجه تاني يقولها؟ اذا كان بيتكلم في حاجه زي كده وفتى فيها، ولما حصلت المصيبه والناس جايه بتطالبه بكلامه قال لك لا ما تسمعش كلامه، انت حد قال لك تسمع كلامي؟ يبقى انا فعلا ما اسمعش كلامك في اي حاجه خالص، لا دي ولا غيرها. انا ايه اللي ضمني بقى زي انت كنت حاجه بسيطه زي النخل دي بوظتها، ايه اللي ضمني ان انت طلعت على الجبل وشفت جبريل؟ حد شاف معاك حاجه؟ شفت جبريل وجبريل طلع لك ونزل لك وعمال يجيب لك فئات وعمال يعمل لك، هو حد شاف معاك حاجه؟ انت اللي بتقول. اجي انا بقى ساعتها لو حصلت المصيبه السوداء اجي امسك في رقبته اقول له انت اللي قلت لي جبريل قال، يقول لي انا قلت لك اسمع كلامي؟ ما هو ليه حادثه ليه سابقه يعني الموضوع ليه سابقه قبل كده، فانا ازاي فعلا انا واثق في رجل يتكلم بهذه الطريقه؟ لو انا جيت النهارده للدكتور طه قلت له يا دكتور مثلا هجيب لك مراتي حامل، والمفروض ان هو طبيب امراض نساء، وجي بعد كده عمل مشكله مثلا او ادها حاجه غلط وسقطت، اجي امسك فيه يقول لك انت حد قال لك تجيبها لي؟ هل انا بعد كده ممكن اثق فيك في اي شيء في الحياه حتى بعيد عن الطب؟ اكيد لا. فانا محمد نفسه شاهد على نفسه، اقول لهم تسمعوا حد قال لكم اسمعوا كلامي؟ خلاص انا فعلا لا يمكن اثق فيك في اي حاجه تاني اطلاقا. بالاضافه لان فعلا لا السنه ولا الحديث ولا الايه القرانيه اللي قالها او ايات كثيره اخرى اتكلمت عن موضوع الجنين على فكره
اول سور القران اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. هل الانسان خلق من دم؟ لا، ادي غلطه. يخرج من ماء دافق بين الصلب والترائب، غلط. كل ده غلط، كل حاجه اتكلم فيها عن الجنين، اي موضع ذكر فيه الجنين او الاخصاب او اي شيء يتعلق بهذا العلم في القران هو كلام خاطئ علميا تماما، وهو مغشوش من اللي قبله وخصوصا من العهد القديم. عشان كده دايما الاحاديث تلاقيها لو تركز في الموضوع ده تلاقي كل الاحاديث عباره عن ان واحد يهودي جاي يساله سؤال وهو يجاوب على السؤال، فالراجل اليهودي يقول له ايه؟ الله اكبر، امنت بك كرسول. يبقى الراجل ده كان جايب الحاجات دي منين؟ جايبها من عند اليهود. هل اليهود كان عندهم اي علم في هذا هذه المرحله يذكر؟ لا، كلام تافه كله لا يستحق القراءه على الاطلاق. كل كلامهم وكل كتبهم كانت عباره عن عبث وكلام فاضي وتفاهه وحاجه يعني حاجه بشعه. عايزين بقى نكمل بقيه الايه، لان بعد كده ايه؟ بعد مرحله النطفه وبعد كده العلقه ندخل بقى في مرحله المضغه. جنين ايه؟ بيبقى عباره عن حته لحمه ممضوغه. ايه مورفولوجي برضو، يعني هو اللي بيشوف الجنين حته لحمه ممضوغه، هل الجنين في اي لحظه من اللحظات بيبقى شبه حته لحمه ممضوغه؟ او بيبقى حته لحمه ممضوغه؟ ده القلب بينبض في اليوم ال 21. يعني قبل ال 40 يوم الاولانيه لما تخلص اللي هي بتاعت مرحله النطفه اللي هو شويه ماء بيبقى عنده قلب وبينبض. فيعني ازاي واحد زي ده بيقول لنا الكلام ده اللي هو بعد كده ايه دخل بقى مرحله العلقه وبعد كده المضغه وان الجنين يبقى مضغه بعد كده ويقول لك ايه؟ وكسونا العظام لحما بقى. هو ثم عظاما وبعدين كسونا العظام لحما. حته اللحمه دي بتتحول الى عظام. اي مرحله من الجنين بيبقى عباره عن شويه عظم. مفيش. هل اللحم بيجي بعد العظم؟ لا، الاثنين بيجوا مع بعض. اي كتاب امبريولوجي محترم اتفضل. جورج انتهت الخمس دقائق بتاعتك. نتحول للاخ طه، تفضل اخي طه مع خمس دقائق تفضل. لا انا دلوقتي حفوق على جورجي على فكره، خلاص انا ادراك حنطلق. بص يا جورج، بالنسبه للحديث اللي انت ذكرته او الواقعه بتاعه النخل دي من الوقائع اللي احنا بنسميها اعظم وقائع الاسلام، اللي هي بتاعه النخل دي اللي انت استدليت بها على عدم معرفه الرسول. لما نجي نتكلم على ان في امور بعد الرسول بتلجا للتفسير الانسان، والانسان مخلف في الارض، الانسان المفروض يفكر ويتعلم ويعمل حاجه يعني ويشتغل بنفسه، مش كل حاجه هيرجع الى حد اخر وكده. الرسول لما عدى على الناس دي ولقيها بتقلم النخل، تمام؟ في ايمان، ده الفرق بين المؤمن والملحد، ان احنا عندنا ايمان ان في مسبب الاسباب، ان في الله ده موجود بيسبب كل الاسباب، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى ده اللي احنا بنؤمن به، انه ما شافش الامور عايمة، خلق علم، خلق ساينس عشانك الامور يبقى لها تفسير. يعني يعني الغيمه ازاي دي بتاجي والمطر ازاي بيجي والرعد والبرق والكلام ده كله كالشواهد مثلا اللي بيشوفها الانسان في حياته. ربنا خلق علوم، العلوم دي بتفسر هذه الاشياء والاسباب، تمام؟ ولكن الانسان مع المؤمن يجب ان يعلم دائما ان في مسبب الاسباب. باختصار بسيط بس عشان ما اطولش عليك، ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما شاف الناس بيعملوا تقليم للشجر فبيسالهم ايه فائده اللي انتم بتعملوه دي؟ فهو الرسول قادم من 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 مكه ودي بيئه تجاريه. المدينه كانت بيئه زراعيه وتجاريه في نفس الوقت، يعني المدينه كانوا بيعرفوا الزراعه. الصحابه والمهاجرين والرسول ما كانش ليهم في الزراعه. فقالوا لهم ايه بتعملوا دي؟ قالوا له التقليمه دي بتزود الانتاج بتاع الزرع. فقال لهم ولا تنسوا الله. تعملوا التقليمه دي ما تنسوش ان في الاول وفي الاخر ان ربنا هو اللي بيسبب الاسباب، وهو اللي ممكن يكرمك ويخلي محصولك ده كتير. حلو. جه في الموسم اللي بعديه البهوات دي، لا قلموا الزرع ولا عملوا اللي هم بيعملوه، قال لك خلاص ما هو في ربنا هو اللي بيزرع وهو اللي بيقلع. وقعدوا يدعوا يقولوا يا ربنا يا ربنا ربنا، طبعا ولا سمع دعائهم ولا الزرع طلع طرح. فراحوا للرسول بيقولوا له طب احنا السنه دي ما قلمناش وما طرحش الزرع زي ما كنا بنعمل قبل كده. فالرسول قال لهم انتم اعلم بشؤون دنياكم، يعني انت تفهم، كل انسان عليم بعلمه، واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انتم ناس مشهورين في الزراعه بتعلموا الامور الجيده للزراعه، افعلوا ما ترونه ثوابا لهذا الامر
نفسه مسبب الاسباب. انا مش عارف يا فريده، انا ابتديت اعلى اهدي عشانك عارف افوق لهم. فهو ده المقصود، ان احنا الدين بتاعنا لا يامرنا بالتراخي، زي سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل لواحد في المسجد اليوم كله قاعد يا رب ارزقني يا رب الدين يا رب اعمل لي، وقايم صوم صلاه صوم صلاه صوم صلاه. ايه يا اخواننا ده بيشتغل؟ قالوا له ده راجل عابد زاهد ناسك ما بيطلعش من الجامع، مين بيصرف عليه؟ قال له اخوه. ضربه بالعصايه كان حيفتح له دماغه. قال له ان اخاك افضل منك، اخاك اللي بيشتغل لو بيصرف عليك احسن منك. وقال خطبته الشهيره سيدنا عمر ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. ايمانهم ايمان اتكالي، او الرسول جاء بايمان اتكالي، ما كانش قال للناس اعملوا، ما كانش قال للناس اسالوا اهل الذكر، ما كانش عمر بن الخطاب قال له ان اخاك افضل منك، ما كانش عمر الخطاب قال ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه، ما كناش جهزنا جيوش وجهزنا اسلحه وغزينا بها العالم القديم. تمام، اللي انا بعترف برضو ان انتشر بالسلاح، كنا قلنا ربنا حينصرنا. فالواقعه اللي انت حكيتها، معلش يا جورج انا طلعت يعني برا الموضوع الاساسي، الواقعه دي معناها ان كل انسان يعلم في امر يعني يعمل به. انا كدكتور اعمل في الطب، تمام، السيف الحكم السياسي مش الدين، تمام. انما معلش ده اخويا بيقول لي هو الاسلام انتشر بالسلاح، فانا بقول له لا ده الحكم السياسي، انما الدين انتشر. فده اللي انا عايز اقوله. ايه انتشر بالورد والشوكولاته. على فكره ده سلفي. المهم، فده اللي انا عايز اقوله لك، ان الرسول قال لهم اعمل كده، بس ما تنساش ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزقك. يعني زي احنا وطلبه بنذاكر، كان من اخواننا السلفيين ولا اخواننا المتدينين مثلا بيجيب مجموع او درجات في الكليه اكثر من المسيحي او الملحد اللي قاعد بيذاكر. انا كنت اقلهم ايمانا، الشقه بتاعتي كانوا كلهم سلفيين، انا الوحيد اللي كنت حالق دقني، ويوم ليل نهار دقنك دقنك دقنك، لا انا مبسوط كده، وكنت بجيب اكثر منهم كلهم لاني كنت بذاكر. انا بشكر يعني هو طه. دقيقه الحته دي كان اديني دقيقتين، الحته دي حلوه دقيقتين سبع دقائق. يعني هو المشكله انه يعني كما قال اخي جورج لا ينطق عن الهوى، ولكن انما يوحى وحي يوحى. لما بقول لك وحي يوحى معناته كلام رب العالمين مهما تكلم. على كل انا راح اعطيك الدقيقتين وبعدين راح اعطي اخوي جورج سبع دقائق. تفضل. اوكي خلاص كملهم 10 وجورج ياخذ 10. تمام. اوكي. فدقنتهم الطويله يعني او زياده تعبدك مش هتزود، لان الدنيا تعمل المفروض الإنسان يعمل فيها، وده ما أتى به الدين. في حديث الرسول قال اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يعني اعمل لدنيتك دي كأنك هتعيش العمر كله فيها. أتخيل لو أنت مخلد في الدنيا دي، تزرع وتقلع وتطور من نفسك وتعمل حضارة، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فدي بس معلش الحادثة بتاعت النخ، لأن الحادثة دي مهمة يعني، والحادثة دي يعني احنا بيحكوها لنا من احنا أطفال صغيرة جوامع وفي الدروس الدينيه. اطلع المضغه والعلقه يا ريت. ادخل على المضغه بالنسبه لجورج برضو، يعني الحته دي انا اختلف معاه جدا فيها. في نهايه الشهر الثاني بيبتدي عندنا الجنين، بيبقى له تو اند، الكوديال اند والكرينال اند. الكرينال اند دي النهايه المخيه، يعني الكرينا اللي جايه من المخ يعني باللغه اللاتيني، ودي اللي بعد كده بيبقى الدماغ. الكوديال انت دي اللي من ورا، دي بتبقى زي الديل، دي اللي بعد كده بتبقى الاطراف واليدين والرجلين والكلام ده كله. شكلها بالظبط زي اي حاجه ممضوخه، انت بتحط لحمه ببقك وتمضخها، لو طلعتها بتلاقيها واخده الكيرف الهلالي ده بالظبط. لو شفت الشكل ده على السونار، لا على فكره يا جان يعني بجد انا دكتور نساء والموضوع ده بشوفه كتير بالسونار، يعني لو بصيت على شكل الجنين في السونار في اللحظه دي، الكوديال اند والكرينال اند بتلاقيه زي حته اللحمه الممضوغه بالظبط. بالنسبه لتخليق العظام واللحمه دي بالنسبه للحته دي، بالنسبه لجورج بيقول الكلام ده كله معتمد على المورفولوجي،
ودي سمعتها برضو من دكتورة نسا زميلتنا ملحدة، يعني في دكتورة نسا زميلتنا ملحدة، فهي بتتكلم كانت زي جورج كده بتناقشني، بتقول ان النبي محمد لا اؤمن بنبوته ولكن لا انكر ذكاءه الفائق. هي بتقول كده، انا ما امنش النبي لكن هو انسان ذكي جدا وقائد، وقدر يعمل فكر واتباع يعني زي اي الناس العظام القديمه اللي قدرت تعملها افكار وكلام ده. فقالت هو كان عنده قوه انه يلاحظ عمليه السقط بتاعت الستات ويشوف الشكل المورفولوجي بتاع الحاجه اللي نازله، وعلى هذا الاساس كان يحط الوصف بتاعها ونزله في الايه دي في القران. طبعا انا الدكتوره هي بتقول الكلام ده كنت هموت على نفسي بالضحك، لان ده كلام عدى عدود العبط. ده لو جبنا طلب الطب وجبنا لهم، هو بعد كده هو في مكه والمدينه كان شغال دايه كل يوم الحريم بتسقط عنده، يعني جاي يبص دي سقطت النهارده شكل الجنين كذا دلوقتي في اليوم الكذا، وانت يا ماما اخر يوم في الدوره بتاعتك كانت فاثنين ربيع الثاني، يبقى انت كده طفلك 40 يوم، شكل الجنين لما نزل في 40 يوم عامل زي المضغه، شكل الجنين لما نزل مش عارف ايه، يعني كلام غير عقلي. ان الرسول كان بيشوف الستات اللي بتسقط وعلى هذا الاساس يعمل المورفولوجي، لا ده اي ست بتسقط لحد ما يتخلق في الاسبوع ال 12 ويبقى جنين مكتمل بس كد كفه اليد، يعني هو بيبقى جنين مكتمل في الاسبوع ال 12 او الاسبوع ال 16 بالظبط عشان ابقى دقيق، الاسبوع ال 16 جنين بيبقى بس جنين زي كفه اليد كده بالظبط بس مكتمل. قبل الاسبوع ال 13 اي سقط بيحصل بيبقى عباره عن دم نازل، لا في مضغه ولا في علقه ولا في نطفه ولا لي اي شكل، هو عباره عن دم سائل. اي ست بتدخل عندي في ابورشن بتسقط قبل الاسبوع، وعشان كده في بريطانيا واحنا في مصر الطب بتاعنا بريطاني 16 قبل الاسبوع 16 بنسميه ابورشن سقط، لانه عباره عن دم اللي بينزل. بعد الاسبوع 16 يا جورج بنسميه يعني ولاده مبكره، لان الجنين بيبقى اكتمل نموه. حكايه اني فاللي انا عايز اقوله اني مستحيل يكون الرسول شاف الستات دي بتسقط ووضع الاوصاف على اللي هو شافه ده، مستحيل مستحيل، لان هو عباره عن دم بينزل قبل الاسبوع ال 14 دم، لما يتخلق الجنين بالكامل بعد الاسبوع ال 16 بينزل جنين مكتمل، ده بيبقى ولاده مبكره بلي تيرم ليبر او ولاده مبكره. حكايه اني خلقنا العظام لحما والكلام ده، هو جورج بيقول ان اللحم والعظم في علم الامبريولوجي بيتخلقوا في نفس ذات اللحظه. الرد بتاعي انا سمعت رد جورج عليه قبل كده اللي هو فاء تفيد السرعه، وجورج اعترض عليها في مناظرات كتير قبل كده، انا سمعت له اللي هو يقول لك ان الفاء تفيد السرعه فكسونا العظام لحما. هي فعلا الفاء تفيد السرعه، ولكن يا جورج العظم بيتخلق قبل اللحمه في البني ادم. اللحم المقصود به السكليتال ماسل، ركز معايا انت دكتور تمام، انا اقصد السكليتال ماسل، اللحمه الحمراء اللي احنا بناكلها. انا افتكرت السكليتال هيثم. لا اسمع، هو هيثم ما اسكت. طيب انا مش بحبه، انا مش بحبه. انا كل وصلت فكرتك وخلص وقتك يعني. اوكي اوكي تفضل تفضل يا حبيبي جورج. اتفضل. انا مش هعلق تاني على موضوع تعبير النخله ده، لان يعني الموضوع مش محتاج بقى جدال بيزنطي ملوش اي لازمه. واضح ان الراجل كان مش فاهم الموضوع وراح فتف حاجه هو مش فاهمها، والمفروض ان هو نبي لا ينطق عن الهوى وانما هو وحي يوحى، يعني يا عارف تتكلم يا مش عارف ما تتكلمش. وهو نفسه اللي قال من قال لا اعلم فقد افتى، هو نفس هذا الرجل اللي قال هذه المقوله من قال لا اعلم فقد افتى. فان كان سالوه في حاجه هو ما يعرفهاش كان قال لا اعلم، وكانت ستعتبر فتوى بحسب منظوره هو بحسب منطقه هو، لكن هو افتى في شيء لا يعلم. الكلام بقى ايه اللي هم اعتبروا وهم راحوا عملوا وهم ما عملوش، هو في الاخر افتلهم في حاجه هو لا يعلم عنها شيء، وده عيب به انه كان نبيا المفروض. يعني موضوع المورفولوجي ده لا طبعا محمد ما كانش بيلف، انا لا اعتقد اساسا بوجود هذه الشخصيه، بس هنفترض ان كان في شخصيه اسمها محمد. يعني انا اعتقد ان دي ده يعني مجموعه حاجات اتكتبت مع بعضها وتم تلفيق هذه الشخصيه زي شخصيه المسيح بالظبط، هي شخصيه وهميه تم اختراعها، بس هنفترض ان كان في شخصيه اسمها محمد. اكيد ما كانش بيلف، لكن في المنطقه اللي هو كان عايش فيها كان في ناس كتير جدا. كل القصص والكلام اللي قالها كان الكلام ده متداول، يعني كان قرى عباره عن قرى وقبائل والناس قاعده تحكي طول النهار،
شويه رعاه غنم بيتكلموا في ايه. كل اللي عنده معلومه بيقولها، كل اللي قاله كان معلومات منتشره في هذا العصر، منتشره في المكان اللي عايش فيه، منتشره في القبائل الموجوده حواليه. هو كان المفروض ان هو كان تاجر ويعمل بالتجاره ويروح لحد الشام ويرجع. كلها قصص كانت متداوله، كلها معلومات كانت متداوله. عشان كده زي ما بقول لك دايما الحديث يجي في صوره ان اليهودي كان جاي يتحداه وهو رد على اليهودي الرد التمام، فاليهودي قال له ايوه انت كده رسول الله. ايه الدليل ده؟ ايه الدليل؟ الكلام ده دليل على ايه؟ دليل ان هو كان بيقول لهم نفس الكلام اللي هم كانوا بيؤمنوا بيه. يبقى هو ما جابش حاجه جديده. ان كان في اي كلمه قالها محمد اعجاز فالاعجاز ينسب لمن قبله لان هو ناقل فقط. كل كلمه قالها ما فيش كلمه جديده، ما فيش معلومه جديده، كلها كلام منقول اما من اشعار واما من معلومات عامه كانت منتشره واما من كتب المسيحيين واليهود. كل الكلام حتى الكلام اللي في القران عن المسيح وشخصيه المسيح والكلام موجود من منقول من انجيل الطفوله. الراجل ده ما قالش كلمه واحده جديده خالص، كله كلام منقول. فعادي كان بيسمع الناس بتتكلم وقعد يتكلم زي ما هم بيتكلموا، لكن للحظ السيء ان هذا الرجل كان يتبع كلامه سيفا، فتم نشر هذا الكلام بالسيف على اساس ان ده كلام نبوه. لكن لو كان الرجل ده معهوش سيف كنا النهارده هنبقى قاعدين نفتكر قد ايه الناس في العصر ده كانوا مش فاهمين حاجه بس. ويمر الموضوع مرور الكرام ومحدش بقى يقعد يقول لنا ده اعجاز وده بطيخ وبتاع. فين الاعجاز؟ ولا كلمه لحد النهارده فيها اعجاز. الفاء تفيد السرعه. انا عايز اسال سؤال واحد، هو اللي كان عمال يتكلم ويفتي ده طول الوقت ليه ما عادش يوضح الحاجات دي؟ ليه سايبها عايمه؟ ليه سايبها الدكتور طه ولا الهيثم طلعت ولا لا حد يقعد بقى يقول لنا اصل الفاء تفيد السرعه، اصل الفاء تفيد مش عارف ايه، اصل الفاء دي على واقف على اول الشارع بتشرب عصير قصب. ما قالش هو ليه؟ ما شرحهاش هو ليه؟ ما هو كان قاعد عمال يهري طول النهار والليل في كلام تافه. يقول لك مش عارف تدخل تتبرع في الخلاء تاخد معاك ثلاث زلطات، ولو انت واقف انت راجل واقف بتتبول وما حكيتش لا مؤاخذه يعني ما حكيتش بتاعك بحجر بعد ما خلصت تتعذب في القبر. كلام تافه جدا. قاعد عمال قوي ماشي مع الصحابه، اتدرون ما هذا؟ يقول له يقول له الله ورسوله اعلم انه السحاب. اتدرون ما هذا؟ اتدرون ما علو السحاب؟ كلام فاضي كله. اتدرون ما هذا الصوت؟ انه حجره وقع في جهنم من 70 سنه. اتدرون ما هذا؟ انهم اليهود يتعذبون في قبورهم. ما قاعد الراجل وعنده وقت اهو وقاعد يهري ويقول كلام فاضي. ما يا عم كنت قعدت شرحت لنا الكلام ده زي ما الدكتور قاله دلوقتي. ليه محمد ما قالناش في الحديث الشرح اللي قال عليه هيثم طلعت او الشرح اللي قال عليه الدكتور طه اللي هو بقى يا جماعه على فكره موضوع فاء دي الفاء تفيد السرعه وفي بقى طبقه الميزوديرم دي بيحصل فيها كذا وكذا ليه ما عادش شرحها لنا بالطريقه دي؟ ليه ضيع وقته في شويه كلام تافه او شويه كلام فاضي؟ اليهود بيتعذبوا في قبورهم والحجر اللي واقع في جهنم ما كان قاعد شرح لنا الكلام ده؟ ولا هو كان عاملها لكم مفاجاه وسايب الموضوع عايم 1400 سنه محدش فهمه لغايه ما جه الدكتور طه سنه 2016 فهم الموضوع. يعني كلام عجيب فعلا، يعني كلام الكلام كله اللي هو ايه لا اصل دي الرسول ما وضحهاش عشان الناس ما كانوش هيفهموها. طب بيقولها ليه لما هم ما كانوش هيفهموها؟ وبعدين ما يفهموها ولا عنهم ما فهموها؟ ما انت عمال تتنبأ. يا عم سيبها لنا احنا يعني تنبأ بيها وسيبها لنا احنا نبقى نفهمها احنا بعد كده. لكن لا يعني لا انت موضحها في الايه ولا لما جيت تقول الحديث عرفت تشرحها، برضه الشرح بنفس الطريقه نفس الكلام اللت والعجن بتاعت واحد في القرن السادس الميلادي. فاين لحد هذه اللحظه احنا بقى لنا الحلقه عدت ساعه الدكتور ما قالناش فين الاعجاز؟ فين الاعجاز في الايه؟ ايه الاعجاز ده يا دكتور؟ معلش عايز اقول لك تعريف الاعجاز انك تعجز الناس، انك تبقى جبت حاجه ما حدش قال عليها قبل كده، ما حدش يعرفها خالص. ما حدش ذكرها في اي شيء. فين الاعجاز؟ الطين اتكلم عليه الشعراء اتكلم عليه الكتاب المسيحيين واليهود والعهد القديم والجديد. قبل محمد ب 1000 سنه واكثر من 1000 سنه. ايه تاني؟ مرحله النطفه اتكلم عليها سفر ايوب. مرحله المضغه والعلقه نفس الكلام. ونفس الكلام ده كان مكتوب في كتب جالينوس وكان مكتوب في كتب ابوكراتيس. نفس الكلام بالظبط هو هو. فين الجديد؟ فين الاعجاز؟ مفيش اعجاز. هل بقى الكلام ده علميا صحيح؟ لا خاطئ. خاطئ وبشهاده اي كتاب. طلع اي كتاب امبريولوجي بص على المراحل دي هتلاقي كلام خاطئ تماما. كلام لا يتعدى مرحله المورفولوجي وخاطئ برضه. ففين الاعجاز طيب؟ عايزين اعجاز. يعني انت قلت لنا الايه دي فيها اعجاز، لحد دلوقتي ما وصلناش لاي حاجه في الايه، وخلصت الايه.
بعد كده كسونا العظام الأحمد ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلق. دي الإعجاز. تدخل بقى على الحديث اللي بتفسر لك يقول لك بقى مرحلة نفخ الروح والروح بتتنفخ بعد 40 يوم. طب معلش لما الروح بتتنفخ بعد 40 يوم إيه الروح دي أساسا؟ لما جينا سألنا لما جم الناس سألوا محمد عن الروح غاب عليهم 6 أسابيع ولا 4 أسابيع ورجع في الآخر بعد 4 أسابيع قال لهم يسألونك عن الروح فكل روح من أمر ربي. يعني إيه من أمر ربك؟ أنت مش سألت ربك؟ طب فين المعلومة؟ أنت مش أنت 4 أسابيع قاعد مستني ربك ينزل لك الآية؟ لما رجع نزلك في الآخر قال لك لا دي حاجة بتاعتي مالكش دعوة بيها، طب بتكلمني عنها ليه؟ يعني إيه روح من أمر ربك؟ زي برضو نفس الكلام بتاع سورة الكهف اللي هو إيه؟ سيقولون 4 و5 كلبهم و6 و7 كلبهم ومش عارف كام. طب فين العدد؟ هو بيقول لك ايه الناس دي بتفرق او بتفتي عليك او بتقول كلام مش مظبوط. طب يا عم انت ربنا اللي بتحكي لنا القصه، فين الكلام المظبوط؟ يا عم الناس عماله تقول لك 5 أو 4 ما حدش عارف. طب فين الكلام المظبوط؟ قال لك لا قل لا يعلم عددهم الا الله. يا عم مش انت الله؟ مش انت الله؟ طب ما تقول انت عاملها لنا مفاجاه، هو سر؟ طب بتحكي لنا القصه ليه لما هو سر؟ يعني كلام غريب. الروح من امر ربي، يعني ايه الروح من امر ربك؟ طب ما تقول مش انت ربنا اللي بعت لنا الكتاب ده، قول لنا ايه هي الروح. وبعدين ترجع يقول لك الروح بتتنفخ في الجنين في اليوم الـ40. ايه الروح؟ معظم تفسيرات المسلمين ان الروح هي سبب الحياه ومصدر الحياه. طب يعني الجنين 40 يوم مش حي؟ طب القلب بينبض ازاي لما مفيش روح؟ ايه هي الروح؟ لا حد عارف ايه الروح ولا حد عارف الجنين عايش ازاي ولا حد عارف حاجه خالص. الموضوع مبهم تماما. الموضوع عباره عن فعلا انسان بسيط اتولد في من 1400 سنه وعاش وسط ناس كانت ثقافتهم ضحله جدا ونقل لنا الكلام اللي هم كانوا بيقولوه. هذا هو كل شيء، هو ده القران ببساطه. القران والاحاديث وكل الكلام ده هو عباره عن نتاج بيئه صحراويه من 1400 سنه فقط، لا يتعدى ذلك. والمفروض ان احنا ما نديلوش حجم اكبر من كده وما نضيعش وقتنا فيه. بس للاسف الشديد هذا القران يقولون الدكتور كان بيقول دلوقتي ان صاحبته او صديقه بتقول له ان محمد ما هوش نبي لكن هو رجل ذكي جدا او رجل. انا لا اعتقد ان هذا الرجل ذكي جدا اذا كان موجود تاريخيا اصلا. هو رجل والدكتور يعلم الكلام ده جيدا في علم الامراض النفسيه، في حاجه اسمها البيرسوناليتي ديس اوردر. البيرسوناليتي ديس اوردر دي غالبا بتتكون في ما بين 6 لـ7 سنين وبعد كده الشخص بيعيش بيها بقيه عمره ولا تستطيع ان تتخلص منها ابدا. زي الاوبسيسيف كومبالسيف مثلا، مش الاوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر، لا الاوبسيسيف كومبالسيف بيرسوناليتي اللي هو الشخص اللي تلاقيه دايما حاجته مترتبه ويتجنن لو الحاجه مش مترتبه ولازم يعمل الحاجه بايده ولازم يعيد عليها مرتين ثلاثه. ده مش مرض، دي بيرسوناليتي ديس اوردر، ده ديفكت في الشخصيه نفسها. محمد وهتلر ونابليون وكل هؤلاء الناس دي كان عندهم بيرسوناليتي ديس اوردرز. الناس دي عنده مشكله في الشخصيه. المشكله دي لو اتحطت في الظروف الصح، لو اتحطت في المكان الصح بتخلي الانسان يفرايد. تخيل ان انت في اوضه ما فيهاش الا مسامير، فيها مسامير كتير وانت معاك شاكوش، هتبقى افضل واحد انت في الاوضه لان انت لا تعرف تدوق كل المسامير. لكن لو خدوك بالشاكوش ده وحطوك في 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 ارض زراعيه هيبقى مالكش اي لازمه. كل الشخصيات اللي اثرت في التاريخ زي شخصيه محمد وشخصيه هتلر وشخصيه موسوليني وكل الناس دي كان عندهم بيرسوناليتي ديس اوردرز. غالبا معظمهم كان يميل الى العنف بشده، وغالبا محمد كان مصاب بصرع الفص الصدري. عشان كده لما اتحط في بيئه كلها عنف واسس الدين على العنف وكل اللي كان بيعمله ان هو يغزو الناس يروح يقتل الاطفال. يقول لك عائشه اصلها بلغت بدري. طب انا بشكرك جورج، والوقت الـ10 دقائق انتهوا. طبعا اصدقائي انا يعني اظن بكفي انه المناظره لحد هون، وناخذ شويه اسئله واتصالات سكايب لو امكن. يعني طبعا انا راح افتح سكايب مباشره اصدقائي، وانا بتمنى منكم المداخلات ومثل ما بقولوا يعني آراءكم وتعليقاتكم على المناظرة، وخلونا نتناقش يعني ننتهي من جو المناظرة ونتناقش. في سؤال لك أخي طه من أخت سارة عم بتقول دكتور يؤمن هو دكتور طه هو مؤمن بالإيمان الروحي أكثر
أكثر شيء نستطيع أن نحترم ذلك، لكن أقول القرآن متماشي مع العلم و هذه هراءات. صراحة آية الجنين في القرآن تتكلم عن تكوين الجنين تكوين مرئي، يعني بالملاحظة عادي. أما علوم دلوقتي هي تطورت بشكل رهيب، ولا قرآن ولا محمد يقدر أن يواكب هذه العلوم. فلماذا تغطوا الشمس بالغربال؟ تفضل أخي إذا في عندك أي تعقيب على الكلام اللي سمعته. وحكاية الإيمان الروحي، غطي عين الشمس بالغربال، تفضل. وحكاية الإيمان الروحي دي مش عارف أن هي تقصد إيه، بس هو فعلا يعني أنا يعني أميل للصوفية أكثر، يعني هو تزمت للفكرة، تزمت الشديد للفكرة، عندي استعداد أن أنا أتقبل الفكرة لو الفكرة غلط، أن أنا عندي استعداد أكيف الفكرة الغلط على على يعني الكلام بتاعي ده لو غلط أكيفه بحيث على العلم بحيث أن يبقى مظبوط. لأ أنا ما عنديش القصة دي، أنا أحب أعرف الحقيقة. موضوع أتمنى يكون الإيمان بالوضحاني أكثر، يعني أما موضوع المورفولوجي أنا قلتها ولا زلت بقولها، القرآن كتاب روحاني ليس كتاب علم، والقرآن كتاب روحاني ليس كتاب علم، ولكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل في بعض الأمور البسيطة المتعلقة بالعلم عشان تبقى كدليل، يعني دليل عقلي دليل علمي حسي على أن هذا الكلام مش كلام بشر، كلام يعلو فوق يعني مستوى البشر. اللي أنا عايز أوصله أن أنا لما أحب أكشف على واحدة زي ما قال أخويا جورج، ولا تسألني عن شيء خاص يعني في النساء وتقول لي، مش هقول لها دقيقة أفتح المصحف وأطلع لك الإجابة، لا، هو اللي بيحصل أن أنا بفتح المراجع العلمية عشان أطلع الإجابة. لكن الآية برضو جورج بيقول ما فيهاش أي إعجاز أو بتاع، والأنسة اللي بعت السؤال دي مرسي، هي كلامها جميل جدا، يعني بتقول هي ملاحظات شكلية يعني مورفولوجي. طبعا هو أكيد الناس اللي نزل عليهم القرآن في هذا الوقت يعني ما كانش الرسول أو الله سبحانه وتعالى يعني حينزل عليهم شابتر في الإمبريولوجي في القرآن، يعني ما يعني منطقيا يعني اتقي الله، اتقي الله يا لا معلش معلش عشان ثواني، الموضوع ده مهم جدا يا دكتور، لان قبل محمد كان في ناس كتير وكتبوا كلام اكثر علميه واكثر موضوعيه من كلام محمد، فما تقوليش ان الناس ما كانتش هتفهم، لا الناس كانت بتفهمه كلام جالينوس، الناس كانت فاهمه كلام أباكراتيس، الناس كانت فاهمه الكلام ده وكان بيتكتب في كتب الناس وكان بيتم تدوينه وكان في مدارس بيتدرس فيها الكلام ده. مدرسة جون سابور كانت امرأة سابور نفسه اللي أنشأ المدينة، كانت جايبة معاها أطباء يونانيين وكانت عاملة مدرسة طب يوناني. الكلام ده قبل محمد بفترة، فليه ليه 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 لما ليه مش هينزل عليهم شابتر في الإمبريولوجي؟ يا عم نزل، يا عم نزل ونفهمه احنا دلوقتي، بلاش الناس تفهمه ساعتها، يعني الناس كانت هتفهمه الوقت ده، وكان العلم ده كان علم متطور. مع اتصال من الأخ سامي. أخي سامي تفضل. أخي سامي، سامي حبيبنا تفضل. أتمنى تكون سمعان الصوت أخي سامي. طبعا سامي موجود معنا في حلقاتنا، وأنا بتمنى الأخ سامي يكون عم بسمعنا. أظن الأخ سامي ما عم بسمعنا. طيب الأخ سامي أنا بتمنى ترجع تتصل. في واحد في التعليقات يا جن اسمه قاتل اللون، نازل فيها شتيمة من الصبح، قال له بقى ايه شوف حركات ايديه ده مجنون ده مش عارف ايه. طب يا كابتن قاتل اللون ما تيجي تعال نشوف مين فينا المجنون. مين التعليقات دي بدا انت شايف؟ انا مش شايف حاجة صراحة. التعليقات هي نازل شتيمة من... هل ده اعتى ما توصلتوا ليه؟ مش عارفين تثبتوا فكرة فبتقعدوا تشتموا في اللي بيقولها بس، يعني هو ده اللي انت قدرت تتوصله كمسلم بدافع عن الاسلام وبتحاول تساند اخوك هنا اخوك المسلم اللي زيك بان انت بتشتمي؟ هل ده موقف مثلا او دي طريقه تدعم بيها مثلا طه انت مبسوط؟
تشمني كده بطريقه انت بتبقى مبسوط او كده دول بيسندوك او بيساعدوك؟ لا طبعا انا اتكلمت على فكره في الموضوع ده، قلت لك النهارده يعني في فيديو ليا، يا ريت اتكلمت في التطرف في الاسلام والالحاد، يا ريت تسمع. بص يا جورج، انا زي ما قلت لك، انت بتقول كان نزل شابتر في الامبريولوجي، برضو انا لسه بقول الكتب الدينيه مش كتب علم، بيبقى فيها مقتطفات بسيطه من العلم دي عشان يعني معلش يا جورج. طيب بره موضوع الامبريولوجي، لما قال يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد الى السماء بيت. اسمع فيها حمد عبد الصمد يا طه وانت يشرح لك الايه. الفكره انا معلش حامد برضو فكره في حكايه برزنتيشن، يعني انا في شخص بريزنتابل، يعني انا بحب اسمع لامير البحث اللي هو رياض الخزرجي بريزنتابل، يعني بحب اسمع لجان مش مجامله لي، يعني برضو لي اسلوب حلو بيوصل. وانت مثلا، انا احبش احمد حرقان، شخص غايه في الركاكه، بيتكلم باللغه العربيه الفصحى، افكاره مش واضحه، ما بفهمش منه حاجه، ده غير اني بحس ان هو عنده كبت عدائي، مش مجرد ان هو عايز يوصل الناس للحقيقه، يعني في فرق. انا بحسك انت في تعصبك، انت بتتعصب للعلم، بتتعصب لحقيقه، لناس مثلا شايف انها تدمرت بالافكار دي. لكن في واحد بحس انه عنده، لا عنده باد هيستوري، حد من المسلمين كان مستعبده ولا حاجه فبيطلع غلبه بجد، يعني في ناس بحسها كده زي احمد حرقان. اخي لكن الله شغله، انا اشرح لك ظروف اخي احمد حرقان مع التحفظ يا شباب، الراجل مش حاضر معانا ومش قادر يدافع عن نفسه، فبلاش نتكلم مع حد ما هوش بالضبط. هو ما راح ما يعني ما راح ندخل نحكي يعني بطرف الاخ احمد عانى كثير من الاسلام. لذلك الانسان كلياتنا عموما، نحن لما بنضيع عمرنا في شيء بنحسه خرافي بعد ما نكتشفه خرافي، اكيد في كميه غضب كبيره بتجي، وهذا واضح من كل الاخوه الملحدين. يعني ما هو احمد حرقان ليس احمد حرقان، انا يعني احييه، هو الشجاع اللي طلع يحكي يعني، وهو تعبير عن غضبه على كل طيب في معنى اتصال من الاخ سامي. تسمعني؟ اسمعك، تفضل سامي. شكرا حبيبي، مرحبا بضيوفك الاعزاء ونبينا جورج اولا تاع الحنفيه وصديقك الشجاع الاخ كذلك. انا حابب نتكلم على جنين يعني في الموضوع هذا. اولا انا يعني الاخ جورج قال بان منقوله من اميه بن بيصل، صح يا اخ جورج. نكس اعطيك كذلك حاجه اخرى، مش نقلها محمد بن ابن سلطو بس، نقلها كذلك يعني من، هقول لك المصادر يعني من اي من نقلها لكي لا اغفل، يعني جنين كذلك نقله من ارسطو، هقول لك كتابات ارسطو هي مصدر محمد لقضيه مراحل تكون الجنين ونوع الجنين في القران والاحاديث النبويه بالدليل البرهان. ربما يندر جدا من لاحظ العلاقه بين ارسطو وبين محمد بخصوص الاعجاز النبوي المحمدي لتطور الجنين ونوعه في القران والسنه، لكن توماس برنابا قد لاحظ هذه العلاقه حينما كنت اقرا المجلد الرابع من قصه الحضاره لويل ديورانت، واؤكد ان لم اسمع ابدا او اقرا لاي احد قد ربط بين ارسطو ومحمد من قبل. وأقدم هذا البحث لمن يسأل أن لم يكن محمد رسول من عند الله، فمن أين جاء بمراحل تكون الجنين في بطن أمه؟ ويعني وكذلك يعني ربما يندر جدا من لاحظ العلاقة بين أرسطو وبين محمد بخصوص الإعجاز النبوي المحمدي لتطور الجنين ونوعه في القرآن والسنة، ولكن توماس برنابا قد لاحظ هذه العلاقة حينما كنت أقرأ المجلد الرابع من قصة الحضارة لويل ديورانت، وأؤكد أني لم أسمع أبدا، يعني نقلها من أرسطو. امشوا اقرأوا كتابات أرسطو حتلقوا نفس الشيء، نفس في المراحل الجنين هذا، وكذلك ما قال أمية بن أبي صلت نقل، يعني نقل كل شيء، يعني هذا يعني حقيقة، يعني اقرأوا كذلك
يعني أنا الأخ المصري العزيز بحترمه، لكن أقول له أنت تؤمن بول بعير بأنه يعني دواء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بالحبة السوداء حبيبي؟ جورج قاري في أمريكا وأنت قاري في يثرب في قريش، هل أصدق أمريكا أو يثرب قريش؟ بكل احتراماتي يعني فهمت؟ أنا أكلم الأخ طبيب مصري، الطبيب المسلم عامة في رمضان يا أخي جون عندما تمشي له في الإفطار يقول لك الماء الماء كل نص ساعة، الماء الماء، أشرب في النهار أشرب في النهار. عندما تمشي له في رمضان نفس الطبيب يقول لك لا لا الماء مش تستطيع أن تبقى نهار كامل وتشرب، فهمت؟ لأنه يعني الإسلام يطغى عليه. فلهذا أنا يعني يعني أصدق العلم يعني. فلهذا يعني أسطورة أرسطو كلهم يعني من أرسطو من أمية بن أبي سلط أقرأ وسطره يعني فهمت. فلهذا من يؤمن ببول البعير، أسأل الأخ المصري الدكتور هل تؤمن ببول البعير بأنه يشفي شربه الرسول مكتوب في الحديث؟ ما يهرب على السؤال، أكيد 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 أنا راح أطرح عليه على السؤال بالضبط بالتحديد يعني. شكرا لك أخي سامي ونلتقي. الحاجة بركة جس سجندة سجوند، يعني هل اكتشفنا القرآن مثلا أمراض الطاعون والسيدة ومرض السكر؟ وأخيرا أشكر كثيرا الفرصة لأشكر كثيرا أخي جان، قرأته في الصحيفة مع اللقط يعني ما قلت يعني أرفع لك قبعتي ولم ارمي لا ارمي الورود يعني، ونحن وراءك يعني الالحاد سينتشر ولا يخوفنا. وشكرا لكم اعزائي، واريد ان يجاوب على بول البعير الاخ المصري. اكيد اكيد اكيد. شكرا سامي، شكرا حبيبي. ما يتهرب من سؤال. يا طه لا تتهرب. هل شرب الاشخاخ ينفع، وهل شرب الاشخاخ شفاء من كل داء؟ اريد جواب صريح طريح مبيح فريح من كل الأصناف اللي تحبها. هل شرب شخاخ فيه شفاء لكل داء؟ تفضل. في مجلة علمية كتبت بالموضوع. كيف 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 حبيبي؟ أنا في مجلة علمية. علمية هي بتاعت العريفي اللي الغدة اللي نسيت اسمها بقى يعني. هل أنا أسألك سؤال صريح وجاوبني نعم أو لا، هل شرب الإشخاخ فيه شفاء لكل داء؟ تفضل. هو في حاجة اسمها الشخاخ؟ الشخاخ الشخ، من شخ يشخ وشخم يعني. هو حبيبي طب ممكن أنت عندك النص بتاع بول البعير، نص الحديث بجد عندك انت ايه المكتوب فيه؟ حبيبي هو حديث في صحيح البخاري بيقول في مجموعه من الناس. معلش انا هستعين بصديق اخوي الكبير الدكتور محمد عبد الحميد. اسمعني وده استشاري جراحة. اكيد اكيد استشاري جراحة مناظير. اخي انت اكيد سمعان ببول البعير، وانا ممكن هلا اطالع لك صور عن الناس عم تشرب بول البعير. الحديث بول البعير صح الكتب الأخوة. خليك معايا يا جورج، خليك معايا يا جان. لا خليك معايا. خليني اتصل بالاخر بالاخت سارة. انا على كل حال باقي عندي وقت ضيق يعني، وقت محدود ساعتين وبدي اغلق الحلقة. طيب خليني اتصل بالاخت سارة. كانت وعد صحيح. اخت سارة بص تردي على السكايب. يظهر الأخت سارة ما عم تسمعنا. على كل في عندي أسئلة أخرى من في عندي سؤال من الأخ موسى. عم أقول تحياتي لك أخ جان. في عندي سؤال للأخ طه. الأخ طه أصلا ما عم تسمعنا. عم تسمعنا أخي طه؟ تمام. يا ريت تتفضل تجاوبني بدايركت وبدون شغل الإخوان المسلمين بتوع مصر يعني. لا, لا 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 أرجوك لا. لن تقبل في الكون. خليني أعطيك المجال الكامل تتكلم بدون أي مقاطعة. يا ريت تعطيني دايركت نعم أو لا بدون جماعة الناس مثل جماعة المرسي يعني، هذول اللي بيلفوا بيدوروا حول الموضوع. أرجوك، هل الشخاخ فيه الدواء لكل داء؟
يعني هل شخاخ الجمل أو شخاخ البعير يعني أنثى الجمل هل فيه دواء لكل داء؟ يعني بدي يعني إذا قلت لك كل داء معناته هو السرطان داء، الربو داء، الزهايمر داء، كله هي داءات يعني خلينا نجمعها. هل شخاخ البعير أنثى الجمل فيه شفاء لكل هذه الأمراض؟ تفضل. الكتابة. طيب سمعني كويس كده يا جان؟ كتاب ولا تخطوه بيمينك اذا الارتاب المبطل. سمعني كويس عشان الصوت عندي ضعيف شويه. سامعك جيد؟ تفضل. كتاب التداوي ارشاد بعض المرضى الى الشرب من بول. هو بالنسبه للموضوع ملم بيه والتفسير بتاعه كلمه على كل على كل انا سؤال واضح. انت بتقول ان انت مصمم على اجابه هذا السؤال؟ طبعا بدي يا عم هات يا عم. هل فيه شفاء لكل داء؟ تفضل. تمام. انا مش بهرب من اي اجابه. مستحيل على فكره هتلاقي شخص زي صريح مع نفسه. الموضوع لما جورج اتكلم في حكايه الحديث اللي اتكلمت على الجنين قلت له انا غير ملم بيها، حقرا فيها ونرجع نتكلم مع بعض. موضوع بول البعير انا سمعان فيه يعني سامع فيه بجد يعني، وما في حديث يعني هو بيتكلم عن ايه وبيستخدم في علاج ايه اللي انا اعرفه يعني الحديث كامل. انا اقول لك يا ريت يا ريت بجد يا ريت يعني الحلقه تطول يا ريت عشان انا بس في هنا حد الحلقه باقي لها 14 دقيقه على التمام وتنتهي يعني. لا يعني هو في معلش جورج معلش الغي الميوت وكلمني. انت تريد تجاوب على السؤال ولا لا؟ لا يا جان يا جان انا انت بتقول من قال الله اعلم فقد افتى بجد فعلا. اوكي قول الله اعلم. لا اعلم معلش خلاص اخذنا الجواب لا اعلم. يعني انت دكتور طبيب جاوبني بدون احاديث بدون اي شيء. هل اشخاص بس يا اخي بالعلم قل لي بس انت طبيب هو بالعلم لا يعني I don't think so ما فيش يعني بس شكرًا جدا شكرًا هذا المطلوب هذا المطلوب وشكرًا انت قلت شخاخ لا بكل داء شكرًا هذا المطلوب هذا المطلوب تمام عندي في بس برضو لا اخذنا الإجابة شكرًا كثير لك دكتور. لا ما تقطعنيش يا جان تفضل. لا معلش يا جان ما تقطعنيش. لا انت والأمانة العلمية تقتضي حسب معلوماتي العلمية. أنت بتقول لي بالعلم أي قلت لك I don't think so ما أعتقدش إني يعني ده شيء ضار بيطلع من الجسم بمخلفات ده مخلفات الجسم أساسا. أوكي إنما موضوع كلنا الخط ما عم بيساعدنا أخي طه. بدي أنتقل لسؤال تاني مشان ألحق لأنه بقي عندي 10 دقائق فقط يعني لا أكثر ولا أقل. الأخ موسى عم بيقول تحياتي لك أخ جان. في عندي سؤال للأخ طه. أغلب المسلمين يقولون أن الله لم نراه بالعين ولكن بالعقل عرفناه، فكيف للعرب والمسلمين يكتشفون الله بالعقل مع العلم ومع العلم العقل يتطور، فكيف مع تطور العقل ينتشر الإلحاد، وكيف لشعوب غزت الفضاء لم يكتشفوا الله إلا المسلمين الذين عجزوا عن الآخر؟ سمعت السؤال أخي طه؟ يظهر الأخ طه يعني بصراحة ما عم بقدر اسمعنا على كل جورج أنا بدي أجي معك بموضوع الشخاخ. طيب خلينا نشوف الاتصال بالأخت سارة. تفضلي سارة. أهلا وسهلا سارة تفضلي. نوجه تحية كثير كبيرة للأستاذ جورج وأصاري للدكتور جورج والدكتور اللي اسمه طه. طه نعم. أنا حبيت أقول له أوكي أنا ما بعرف يفهم يعني حاول أبسط، لكن حتى نقول يعني نحن ما يربطوا القرآن في العلم. شو هال ليش بيقول باللي القرآن في المعجزات وهذه الإعجازات ما عندها من السبعينات يعني حتى خايفين يطعف
حياتنا وكل الناس يخرجوا من الإسلام ما جابوا لهم حكاية الإعجاز. يعني صراحة ما عربية لهذه الدرجة. أوكي إذا كان إنسان عنده روحية الإنسان ويكون صغير ويتبع له الروابط الروحية، أنا أشوف الروابط الروحية ما لا يعني تكون كتير صعبة الإنسان يتخلى عليها. ومع إنه إنسان طيب أنا أشوف فيه صراحة طيبة وبس أنت كتير بشوفه يعني إنسان شوفي طيب مش متدم ولا حاجة، لكن يناقش الدكتور مع أني لست دكتورة في الأشياء، على الأقل يناقش الدكتور بأشياء واقعية مش يقول الله قال لهم هكذا عشان هما ما كانوش لو قال لهم الحقيقة ما غاديش يفهموا. شنو هل هذا مستوى نقاش عقل بشري في قرن 21؟ يعني ما نتحاكوش على بعضنا، انتم دكاترة كما يقولوا وزعما تعرفوا العلوم، يعني ما على جوج وجوج ما يضحك عليه كل يعني واحدين واضحين. احنا الناس تسمع الناس راهي تفتح، يعني يكون واحد يكونوا واضحين في الرسالة ديالها مش نقول لا باسكو محمد كان باغي هكذا بصح ما يفهموش في هذاك الوقت. علاش ما يفهموش؟ مع انه في الاخير يقولوا كاع الحضارات اللي الحضاره المصريه والحضاره كانت اكثر تطورا يمكن من الحضاره الحاليه مثلا. واش نقول لك اخي جان، انا كثير مفتخره بصداقه وكثير مفتخره بالقناه ديالك فوالا، وراني فرحانة بزاف. وسلم على الدكتور جورج وسلم على الدكتور طه ومع السلامة. شكرا شكرا اختي سارة، شكرا لك. ديما في تقدم وديما في تنور. شكرا اختي سارة، شكرا لك. طبعا انا بس بدي اعطي الفرصة لاخوي جورج يعقب، بعدين اعطيك الفرصة اخي طه. تفضل يا جورج. شكرا لك. سمعت الاخت وضوح يعني. أشكرك كثير على كل الكلام الحلو اللي قلته، وأنا متبعك لينا. لا أزيد في شيء يعني، أنا بارتباط الكلام جداً وأنا لي أشرف. صوتك كثير، الصوت صار عندك رديء، يا ريت تطلع وتدخل. أخي طه إذا في عندك أي تعقيب على اللي قالت له، ما بعرف هي قالت ليش عم تربط العلم بالدين، يعني أنتوا ليش يعني رسالة الدين ليست بالعلوم، ما لها علاقة بالعلوم، فليش تربط العلم بالدين؟ تفضل. يظهر الأخ طه كمان. تفضل تفضل. لا تفضل. خلينا نسمع جورج. تفضل جورج. كيف تفضل حبيبي. جورج الميكروفون معك وتفضل. أظن ما في صوت جورج، أظن ما في صوت. أوكي ماشي. خلينا معك طه. شو بتعقب على الأخت عم تقول لك لا تربط العلم بالدين؟ تفضل. افتح الميوت. بشكرها، بقول لك الأول على زوها وبشكرها على مدخلتها، وللمرة المليون بقول أن الكتب السماوية الكتب الدينية ليست كتب علمية، إنما هي كتب دينية. ربنا لما بيحط بعض الإعجازات العلمية أو بعض النقط العلمية في مثل هذه الكتب، الناس اللي هتاجي بعد قرون من إنزال هذه الكتب يبقى عنديهم سبب انهم يؤمنوا بهذا الكتاب. وانا برضو سألت جورج سؤال يعني، واتمنى برضو اجابته. انا قلت في موضوع بول البعير، انا هشوف الموضوع وبعد كده يعني ارجع ارد. اوكي. الآية اللي كلمت عليها وقال لي اسأل حامد عبد الصمد، انا فعلا يعني مش بتابع لحامد عبد الصمد، واحب اخويا جورج يعقب عليها. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد الى السماء. محمد عرفها، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عرفها، يعني عرفها ازاي وفاني كتب كانت مكتوبة قبل منه في أرسطو او كده ان كانت مكتوبة. يعني ياريت يعني جورج يعلق على الحتة دي.
طيب على كل انا راح اخذ كلمه اخيره من جورج اذا بدك تعلق على هاي وكلمه اخيره عشان نغلق الحلقه. تفضل اخي جورج. يظهر الصوت جورج مو مساعدنا نهائيا، شو القصه ما بعرف. جلدة الحنفية تخلى عن جورج. لا لا، جلدة الحنفية لا تتخلى عن جورج. تخلت، ويجب ان جورج يعترف ان جلدة الحنفية تخلت عنه. بس دقيقة، انا الانترنت الموبايل شغال زي الطيارة. طيب طيب، على كل جورج اذا بس تشوف الفيشة او الكونكشن عندك، على كل اذا في عن طيب كلمة أخيرة بتحب تقولها طه تفضل. اللي انا بحب اقوله اني الكتب العلميه عشان الناس ما تقعدش تتكلم في الموضوع دي وتهاجم الكتب الدينيه على اساس انها كتب علميه، دي بتبقى مقتطفات بسيطه موجوده عشان بعد كده الناس تؤمن. والموضوع مش بس يعني متخلل ايه الجنين. استنى شوي، استنى انت رايح فين يا ابني؟ يعني مقتطفات علميه عشان الناس تؤمن. طب الناس ليش ما عم تؤمن؟ ليش انت طبيب ما عم تقدر تبرهن هالمقتطفات العلميه اللي ما لها اساس من الصحه؟ يعني هلا قلنا لك مقتطفات علميه، محمد امر الناس خلى الناس تشرب شخاخ وانت تقول لي شخاخ لا يفيد، فاي مقتطفات لا حرام عليك. معلش جان، انا قلت لك الاحاديث اللي تحدثت عن الامبريولوجي اللي هو الجنين انا مش ما قريتهاش، وانا هرجع لها ونرجع نتناقش ثاني في الموضوع دي. موضوع بول البعير انا مش ملم بيه، يعني معلش العلم بيضيع بين اثنين، انسان يتكبر انه يسال وانسان خجول ما يسالش. انا ما اعرفش المعلومه بقول ما اعرفش فقط افتح. انا بتمنى تروح تشوف الشيخ بهلول النجار وشوف المركز اللي عامله في الصعيد لشرب بول البعير، ويا ريت تشوف تحط بس باليوتيوب بول البعير وشوف الحلقات اللي مسوينها تلفزيونات مصريه على البول البعير، وشوف بول البعير موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم، مسند احمد، الترمذي، المرمذي، القرمذي، كل الشله هي موجود عندهم حديث بول البعير. انا زي ما قلت لك حبيبي انا حشوف. على كل انا بتشكرك كثير اخوي طه، وانا كنت بتمنى يكون معنا الاخ جورج كمان حتى اتشكره على. معلش لازم تعترف ان جلده الحنفيه تخلت عنكم. نعترف ليش لا، يعني شو هالشغله؟ جلده الحنفيه ساعاقبها المره، بس انت مش ما تقدر تعاقب ربك. يا ريت تعاقب ربك انت. كان لا استطيع، انا عندي الجرأة اني اعاقب جلده الحنفيه، ولكن انت ليس عندك الجرأة لانه السيف محطوط على راسك. على كل بشكرك كثير اخوي طه، واعزائي اصدقائي اتمنى تكونوا استفدتوا وكلاتنا استفدنا من هالمناظرة هاي، ونتمنى تتكرر المناظرات. وأنا يعني أشجع كل مسلم أنه يتصل فينا ويعرض علينا المناظرة. شوف الأخ جورج إجا معنا. أخي جورج معنا أنت؟ ما في صوت. على كل أنا راح أقفل الحلقة. شكرا كثير لك حبيبي جورج، وشكرا للأستاذ طه، ومثل ما قلنا أصدقائي المسلمين يا ريت اتصلوا فينا، وفي طبعا في شخص اتصل فينا وقال بده يسوي مناظرة ونحن جاهزين. طبعا راح نشوف نوعية المناظرة ونهيئ له دكتور كمان في نفس الاختصاص اللي بده إياه، وأنا بتمنى يكون في الطب حتى نكون ضيفنا دكتور جورج. شكرا لكم أصدقائي، إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء.